مساء الخير شباب، سعيدين بوجودكم معنا لليوم الثالث. إن شاء الله اليوم ده حيكون مختلف. معنا أستاذ البشير حامد عبد الله، ومن الناس المميزين في مجال البنوك والتمويل. إن شاء الله يدينا لمحة عامة عن البنوك والتمويل، ويدينا نبذة عن الجانب العملي والجانب النظري، ويدينا ريفيو كده عن الاكسبريس بتاعته. زي ما ظاهر علينا في الشاشة، هو عنده خبرة كبيرة في العمل المصرفي، واشتغل في السودان في بنك السودان المركزي فترة طويلة، وبعد ذلك كخبير في البنك العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، وعنده خبرة في مجال المحاسبة والتمويل وشهادات كثيرة ما شاء الله. إن شاء الله اليوم نستفيد منه كثير، ونحاول نركز على المعلومات اللي حيقولها لنا، ولو في أي سؤال أو استفسار ممكن نكتبه في الشات عشان يكون موجود وما ننساه. بعد ذاك هو حيرد لنا بعد السيشن. ما أحيل بينكم وبين الأستاذ، نقول مرحبا أستاذ البشير معنا اليوم. شكرا جزيلا تفضل. شكرا للمقدمة. السلام عليكم جميعا. سعيد جدا اني ألتقيكم اليوم في برنامج لينك برعاية مؤسسة الباحثين السودانيين، وانا بشكرهم على النفط البارعة. دائما هم بيحاولوا بقدر الامكان يساعدوا المجتمع في شتى المجالات، وهم حاليا بيبحثوا عن انه هم كيف يقدروا يقدموا خدمة بشكل جيد بشكل متميز، عشان تمكن الخريجين من انه يقدروا كيف يقضوا المرحله الاساسيه في حياتهم العمليه ان شاء الله. انا زي ما موجود عندكم هنا مينلي، انا اشتغلت قبل العمل المصرفي، كنت موظف في ديوان الضرائب، اشتغلت لفتره بتاع 4 سنوات، وقبلها اشتغلت موظف في شركه لمده 5 شهور في شركه البربري للسيارات. لكن الخبرة بتاعتي العملية ما اللي هي في التوقف. إن شاء الله أحاول أكون خفيف عليكم إن شاء الله، ونقدر إن شاء الله نفيد ونستفيد إن شاء الله من الورشة إن شاء الله في اليوم. Let's go. أنا حشيد إن شاء الله. هتشير من عندك يا استاذ؟ الشير عندي، هحاول اشير. طيب اوكي، ظاهر عليكم الشاشه؟ تمام ظاهر. تفضل. طيب ان شاء الله حنبدا، حديكم لمحه عامه عن البانكينج جنرالي. وعلى فكره كلمه البانكينج اند فاينانس هما الاثنين كلمتين ريليتد تو ايتش اذر. لما نتكلم عن البانكينج، واحده من الرولز الاساسيه بتاعت البانكينج انه هو ذاته يمنح تمويل. فالبانكينج عباره عن بيسموه فاينانشال انترميديشن، هو وسيط مالي بيقدم الخدمات الماليه للمتعاملين معاه. طيب البنك طالما اصلا وسيط مالي، مالي الحاجات اللي بيقدمها هي الخدمات المصرفيه، لكن الشق الاساسي في الخدمات المصرفيه اللي قاعد تقدم هي التمويل، اللي احنا قاعدين نقول عليها providing or granting loans. فعشان كده الموضوعين هم connected، لكن احنا هناخدهم من الزاويه بتاعت ان البنك بيقدم الخدمه دي، وهناخد الفاينانس برضه في الاطار بتاع الكوربريت شركات. لو الزول مش حاول يشتغل في اداره بتاع الفاينانس، برضه هنشوف انه هو كيف يقدر يدير الفاينانس بتاعه، at the same time يقدر يعمل
يقدر يعمل كابيتال ستراكشر بشكل جيد عشان يقدر يوازن which is better for the corporation or institution. فحنبدا مع بعض ان شاء الله الكونتنتس بتاعتنا في البرزنتيشن الخفيفه اللي هنتكلم عنه بطريقه نظريه او at the same time انا هدي فكره عمليه عن العمل المصرفي. فيرستلي عندنا انتروداكشن عن القطاع المصرفي جنرالي، وبعدها هنتكلم عن الرول اوف ذا بانكس وانواع تايبس اوف ذا بانكس، لكن الحاجات الاساسيه اللي هنركز عليها بشكل عملي او فانكشنز اوف ذا بانكس. طبعا عشان طبيعه السودان مينلي نحن دايرين نحاول نتكلم انه السودان دائما بيتميز عن بقيه المؤسسات الماليه الاخرى، انه السودان كل البنوك الموجوده في السودان والعامله في السودان هي بنوك اسلاميه، فبالتالي حندي مساحه برضه على الاسلاميك فاينانس. الجزء المهم في الموضوع ده انه دائما لما نتكلم عن فاينانشال انستتيوشنز عن بانكينج عن فاينانس احنا وي نيد تو فاينانس دائما وي نيد تو فاينانس البروجكت انفستمنت، وي نيد تو فاينانس الحاجات اللي بيكون عندها امباكت على الايكونومي جروس. فبالتالي الفاينانشال انستتيوشنز او البانكينج سيكتورز او الخدمات اللي بتقدمها عبر التمويل فور اكزامبل بيكون عندها دور أساسي في عملية التنمية الاقتصادية، وده بينعكس بشكل أساسي في معدلات النمو اللي قاعد تظهر في عموما في الدول. عشان كده يعتبر الفاينانشال انستتيوشنز او الفاينانشال سيستم او الفاينانشال ديفلوبمنت جنرالي هو عنده دور أساسي في عملية التنمية الاقتصادية، عشان كده لازم نشوف الرولز اوف ذا بانكس ان ذا ايكونوميك. طيب زي ما تفضلت في البدايه تكلمت عن انه نحن بنربط دائما في كونكشن ما بين البنوك والتمويل، عشان كده البانكس هي فاينانشال انترميديري ذات اوفرز لونز اند اكسبت ديبوزيتس اند بيمنت سيرفيس. الدور الرئيسي بتاع البنوك بعد شويه هتشوفوه في الشكل الجاي ان شاء الله في السلايدز الجايه، انه عاملين عمليه بسيط مالي بيحاول يربط الطرفين، شخص عنده needs والطرف الثاني عنده excess of fund، فالطرفين دول بيحاول البنوك تربطهم مع بعض عشان تحاول تساعد انه الطرفين دول يتلاقوا. اللي عنده excess of fund هيجيب للبنك as deposit، واللي عنده needs او عنده shortage of funds او shortage of cash هيمشي للبنك يقول له محتاج للونز. البنك بدوره بعد ذاك بيشوف الاجراءات المناسبة عشان يقدر يمنح التمويل للبرامج. البنوك ما بعد تقتصر شغل الأساس، أنا لما اتبديت معاكم اتكلمت مينلي اتكلمت عن إنه يا أخي البنوك قاعد تقدم تمويل، لكن للناس اللي هنا معانا سواء كانوا الناس بتاع الفاينانس أو أكاونتنج أو حتى بيزنس عندنا حاجة اسمها مصطلح أساسي قاعدين نتعامل معاه دائما، حاجة اسمها البالانس شيت في الأكاونتنج. البالانس شيت الفكرة الأساسية لما تمشي للبالانس شيت من مؤسسة لمؤسسة من قطاع لقطاع مختلفين في الكومبوننت بتاعته، لكن الأوفر أول أيتيمز في البالانس شيت واحدة ما قاعد تختلف. يعني أنا قاعد أقول دائما البالانس شيت أسيتس إيكوال لايبيلتيز بلس إيكويتي. الأسيتس في البنوك بتختلف عن الأسيتس الموجودة في الشركة الصناعية الموجودة في الشركة الحكومية، لأن البنوك هي مؤسسة مالية، فأغلبية الحاجات اللي بتكون موجودة في الكومبوننت في الأسيتس سايد هي عبارة عن لونز. اللونز بتمثل لأغلبية البنوك المفروض تمثل أبفل 50% من التوتال أسيتس أوف ذا بانكس. لكن البنوك يا شباب قاعد تقدم خدمات ثانية instead of loans أو in addition to the loans عندها خدمات ثانية قاعد تقدمها. ومن الحاجات اللي قاعد تقدمها البنوك هي الخدمات المصرفية الأخرى. يعني البنك ممكن يعمل حاجة اسمها letter of credit خطاب اعتماد شركة جاي تستورد سلعة من برا، البنك بيقوم بيقوم يضمنها بيسموه لتر اوف جارانتي، أو يقوم يعزز الحاجة دي يدي شنو يدي حاجة اسمها كونفرميشن للبنك المراسل. فالكلام ده هنشوفه في الفانكشنز اوف ذا بانكس. عشان كده هنا البنوك ما قاعد تقدم بس الخدمة بتاعت الفانكشن انترميديريز، قاعد تكون هي عملية بتاعت اوفرينج اللون واكسبتينج اوف ديبوزيت، بل قاعد تمتد الخدمات بتاعه البنوك لابعد من ذلك، وعندها خدمات ثانيه بسموها الخدمات المصرفيه حصل عليها على فيز او بيسموها وصول خدمات مصرفيه. طيب البانكس اوسو
هو طبعا يعتبر هو بلاي على البورتد رول ان شانلينج ذا فانس فروم ذا سيفر تو بارونس. احنا دي الكلام الجميل جدا يعني بيهم الورشه بتاعتنا انه يا اخي احنا دايرين نعرف البنك، البنك هو فاينانشال انترميديري، بالتالي هو بيربط الطرفين دول، هم عندنا سيفرز وبارونس. طيب يعني احنا عشان نعرف البانكس هاو ذا بانك وركس، يعني احنا وي نيد تو اندرستاند ذا رول اوف ذا فاينانشال انترميديريز اند فورمز از هول. الصوت ما واضح؟ صوت واضح يا شباب؟ ثاني شايف في زول قال الصوت يا دكتور؟ لا واضح جدا الصوت. تمام. ذا رول اوف فاينانشال انترميديريز ان ايكونومي، انا كده اتكلمت في بدايه حديثي يا شباب، اصلا عندنا الحاجة دي كالآتي، اللينك ما بين الفاينانشال انترميديريز والإيكونوميك جروس، إنه فيرستلي نحن الفاينانشال انترميديريز بتحاول تو أكسبت الديبوزيتس أو البانكس أكسبت ديبوزيت من السيفرز، الناس اللي ما محتاجين لك عندهم أكسس أوف كاش، بيمشوا يحطوا القروش دي أيذر بيحطوها كارنت ديبوزيت أو سيفينج ديبوزيت أو تايم ديبوزيت. عندنا أنواع الودائع زي ما لو أغلبيتكم بيكونوا متعاملين مع البنوك، يا انت مشيت فتحت حساب جاري، يا فتحت حساب ادخاري، يا فتحت حساب استثماري. فاي اي اي واحد من الثلاثه اللي احنا قاعدين نسميه في البانكينج سيكتور بيسموه وديعه، كلهم يعتبروا ديبوزيتس. فالديبوزيت دي لما تشيل البنوك المفروض حسب الموجهات بتاعت البنك المركزي يتم استخدام هذه الاموال اللي احنا بنسميها سورس اوف فاندز. الفاندز بيجي للبنوك بتستخدم في العمليات بتاعت التمويل، تمويل المشاريع يكون عندها تنعكس بشكل ايجابي على التنميه الاقتصاديه في البلد. والكلام طبعا عشان نعرف انه انعكست بشكل ايجابي، يكون امبارح بالامس الاخ فاروق تفضل عن المؤشرات بتاعت الماكرو ايكونومكس وكيف انه البنوك والقطاع المالي قاعد يسهم بشكل اساسي في عمليه التنميه الاقتصاديه. عندنا مؤشرات محدده نقدر نقرا بها الكلام. طبعا احنا في السودان يا شباب الدوميننس بتاعنا للفاينانشال سيستم في السودان هي البنوك. نحن طبعا لما نتكلم عن فاينانشال سيستم نتكلم عن البنوك واسواق مال، عشان كده نقول ماي فاينانشال انترميديريز اند فاينانشال ماركتس المين رول بتاعهم تو بروفايد ميكانيزم باي ويتش فاندز ار ترانسفير اند لوكيت تو ذير موست بروفيتيف ابورت. لكن انفورشنتلي نحن طبعا ما عندنا فاينانشال ماركتس، وفقط عندنا البنوك هي بشكل اساسي هي مسيطره. حتى سوق الخرطوم للاوراق الماليه يعتبر سوق ناشط وسوق يفتقر يعني ابسط مقومات اسواق المال. فعشان كده الدوميننس في الفاينانشال سيستم في السودان، لو تكلمت عن السودان جنرال يعني نتكلم هنا لانه ما عارف انتم حتستهدفوا السودان في عملكم، لكن حنتكلم عن الفاينانشال سيستم. حتى لو مشيتوا للدول الثانيه بتلقوا اغلبيه الدول حتى في المنطقه البنوك هي المسيطرة اللاعب الرئيسي في عملية القطاع المالي. طيب الكلام اللي بدأت بين المحاضرة هو موجود في الشكل ده بالمناسبة. البنوك دي عبارة عن فاينانشال انترميديريز موجودة هنا، وفي طرفين، الطرف الأول الديبوزيتورز نحن قاعدين نقول عليهم المودعين، والطرف الثاني البارونز. اوكي؟ البنك زي ما عرفناه هنعرفه تاني هو is the financial intermediaries whose core activity is to provide those. يا شباب عندنا أنشطة أساسية وأنشطة غير أساسية في البنوك. النشاط الأساسي لأي بنك هو التمويل، منح التمويل، والنشاط الثانوي هي الخدمات المصرفية الأخرى. فعشان كده ال core activities of the banks is to provide those to borrowers and to collect deposit for شنو يا شباب؟ from savers. طبعا لو في سؤال ممكن يسأل دائما ان احنا we start first to accept deposit، يعني لو ما عندنا deposit we cannot provide or grant loans to the borrowers. اذا الحاجه الاساسيه احنا محتاجين نبدا شنو الخطوه الاولى حنعملها؟ زي ما بدا هنا بدينا بالسيفرز اول، وبعد ذاك مشينا لشنو؟ نحن لانه without source of funds we cannot provide any finance to the borrowers.
طيب the role of the banks, what is the main roles of the banks؟ نحن عشان نعرف الدور الأساسي اللي بيتلعبه سواء كان على المستوى الكلي أو على المستوى الجزئي. البنوك كولكتيفلي كده قلنا بنسميها والله financial system، لكن individually البنوك زي ما حنجي نعرف بعدين في types of the banks، البنوك زاد هي زادة أنواع تم تصنيفها قيس على شكل الأنشطة اللي مفروض تقدمها البنوك دي. عشان كده حتيجي بعدين حتى هنا في السودان ولا في غير وفي أي دولة من الدول بتلقوا البنوك مقسمة حسب نوع الخدمة اللي بيقدمها البنك. لاحظتوا هسه عندنا مسمياتنا في السودان: بنك العمال، بنك الادخار، بنك الخرطوم، بنك التنمية الصناعية، البنك الزراعي. لو لاحظتوا لو أخذناها في إطار بتاع سيكترز بتلقوا أي بنك من البنوك اللي أنا ذكرتها بتلقى عنده طبيعة نشاط مختلف، طبيعة خدمة مقدمة، أيضاً إنها مقدمة الخدمة لسيكتر محدد أو هم بيقدموا الخدمة أو تم إنشاء البنك لقرض محدد. عشان كده نحن the role of the banks نجي نشوف what to understand fully the advantage of the intermediation process. نحن firstly نستفيد to analyze what the banks do and how they do it. شنو البنك داري يعمل؟ شنو يعني البنك يا شباب والله بيعمل الآن واحدة من the functions of the bank to accept deposits، واحدة من the functions of the bank to providing loans، واحدة من the functions of the banks to providing other services. فبالتالي دي كلها حاجات يا شباب ممكن تساعد في العملية بتاعة الأنشطة اللي ممكن تقدمها القطاعات البنكية أو المصارف الجمهورية. As I mentioned earlier, we know that the main function of the bank is to collect funds من الـ savers أو deposits. لو لاحظتوا from the unit in surplus الناس اللي عندهم فايل، يعني هسه اللي افترضنا إنه نحن في السودان كان دخل الفرد كان بمستوى يزيد عن احتياجاته، فأكيد حيكون الصرف لازم المفروض طوال يمشي وين؟ يمشي للقطاع المصرفي. ليش نو؟ والله لأنه أنت هناك لو وديت البريد للقطاع المصرفي حتستفيد أنت على المستوى الكلي وحتستفيد على المستوى الجزئي في شخص. كيف؟ أنا لما تودي البريد دي أكيد البنك حيوظف البروج دي في قطاع إنتاجي أو قطاع اقتصادي أو قطاع استثماري، بالتالي أنا حأحصل على عائد من البنك، حأخذ لي profit margin. طبعاً لو جيت أتكلم معاكم في اللغة زي ما بديت كبير حديثي إنه ليه نحن دارين نتكلم عن بصنف فاينانس في محاضرتنا تحت الليلة، لأن نحن القطاع المصرفي بتاعنا في السودان إسلامي بانس. إحنا قاعدين دائماً قاعدين نقول الجملة دي على بنوكنا الإسلامية، بنقول بنوكنا الإسلامية إحنا النظام المصرفي في السودان فولي فليتش، يعني بالكامل النظام بتاعنا هو إسلامي. يعني شنو؟ ما عندنا معاملات ربوية، بالتالي كل المعاملات اللي بتتم في القطاع المصرفي في السودان هي معاملات شنو؟ معاملات ما خاضع للربا أو تتوافق مع الشريعة الإسلامية. إذا الحتة بتاعت الـ collect funds from units in surplus and lend this fund to unit in deficit. الناس اللي عندهم فايدين مش كلنا نقول كده، الناس اللي عندهم شريعة شباب عندهم عجز. The deposit typically have a characteristics of being small size, low risk and high. طبعا طبيعة الديبوزيتس زي ما ذكرت كبير، عندي حاجة اسمها الوديعة الجارية قاعدين نقول عليها demand deposit أو يسموها الوديعة تحت الطلب، وعندي الوديعة الادخارية ودي depends. الناس اللي بيعرفوا كان عملوا تريننج في بنك من بنوك السودانية أو في أي بنك من بنوك خارج الوطن حيعرفوا شكل الوديعة شكلها كيف. الوديعة الجارية
أو الديماند ديبوزيت أو السيفينج ديبوزيت. ممكن أنت في أي وقت زي الحساب الجاري، كلمة الوديعة الجارية دي أو الديماند ديبوزيت ببساطة الحساب الجاري حقك. الحساب الجاري أو الحساب الادخار زي السيفينج بلاس بتاعك دي في أي وقت الليس إنها تكون ريستريتد، تكون مقيدة بفترة محددة، هي حاجات ممكن أنت تحاول تسترد المبالغ بتاعتك دي at any time. الليس تكون في مشكلة بتاعت شنو؟ مشكلة بتاعت cash crisis، عندنا أزمة بتاعت cash زي ما حصلت في 2018 وكانت في مشكلة في البنوك بشكل رئيسي، إنه البنوك ما كانت قاعدة تدي، لما تمشي لحسابك وعندك فيه funds أو عندك فيه balance ما قاعدين يدوك القروش بتاعتك، البنوك كانت بتعلم لأنهم عندهم cash. لكن يا شباب إحنا بنفترض دائماً لما تقول عندنا savers، السيفر ذلك إذا كان individuals أو household يعني كانوا أفراد أسر، for example أي فرد فينا وأي أسرة بتكون دائماً السيربلس بتاعها ما يكون كبير زي الشركات الكوربريت، عشان كده حتى الودائع تصنف يا شباب، هل هي بتاعت individuals، هل هي بتاعت household، ولا هي بتاعت كوربريت، لأن الأفراد دائماً بتكون النسبة بتاعتهم كثيرة وفي كل مرة بيحاولوا يسحب قروش منه. وانت حسب الكونتراكت بينك وبين الفرد ما بتقدر تمنعه من انه يسترد القروش بتاعته، بالتالي اي ديبوزيتس عندها خصائص محدده، انه دائما الديبوزيت بيكون هي سمول سايز، المخاطر بتاعتها اقل، لكن الكواليتي عندها شنو؟ هاي ليكويد. طيب الهاي ليكويد للبنوك هي طبعا بنفس الوقت بتخلي لها مخاطر بتاع السيوله للبنوك. نفترض فور اكزامبل عندنا الودائع الجاريه كانت بتمثل من اجمالي الودائع بتاعت البنوك، نفترض عندنا اكس بانك، نقول مثلا بنك الخرطوم فور اكزامبل عشان ما نقول المعلومات الحقيقيه، بنك الخرطوم كل الودائع بتاعته لو في زول مشى عمل تشيك مشى اخذ الفاينانشال بوزيشن بتاع الخرطوم او البالانس شيت حسب ما انتم تعرفوها، بتلقوا بنك الخرطوم فور اكزامبل النسبة بتاعت الودائع الجارية بتكون أعلى من الودائع الاستثمارية. يعني أنا أتأكد بس لو جيت أخذت بس إحصائية من الناس اللي قاعدين هنا هيقولوا لي إحنا والله ربنا عندنا حساب في بنك الخرطوم either saving أو credit، وكلهم عندهم الابلكيشن بتاع بنكك في حسابات، لأن أغلبية المعاملات بتتم بالطريقة دي. فبتلقى portion of the current deposits أو demand deposit أو الوديعة الجارية يا شباب بتمثل 50% أو 60% من الودائع. والوديعة الجارية دي بسموها الوديعة تحت الطلب، فبالتالي هي بتشكل مخاطر لو كل المودعين دي فور اكزامبل لو لاحظتوا لما كانت في ازمه كاش كل المودعين قرروا يسحبوا يا شباب الكاش حقهم، البنوك ما قادره تغطي السحوبات الكبيره دي، فبالتالي البنك بتحصل له مشكله بتاعت ليكويديتي، بتكون عندي ليكويديتي ريسك. وزي ما عارفين انتوا قريتوا اذا كان قريتوا في فاينانس بتعرفوا انه في الليكويديتي ريسك بتؤدي لحاجه اسمها سولفنسي ريسك. طيب اذا احنا جمعنا اللي قدرنا نعرف انه رولز اوف ذا بانكس المين رولز اوف ذا بانكس جاي من المين فانكشنز اوف ذا بانكس، ان هي بتحاول تعمل اكشن deposit عشان in order to use this deposit in to providing loans to borrowers. طيب الموست بانك كان بي categorized as عندنا اصلا البنوك يكون بتاعت as retail او commercial or corporate or investment banks. نشوف تقسيمات البنوك ونحاول نضغط التقسيمات بتاعت البنوك دي على السودان يا شباب او على المنطقه بتاعتنا دي. طيب طبعا اهم بنك في البنوك دي هو السنترال بانك، والسنترال بانك زي ما عارفين هم سموه البانك اوف بانكس، بانك اوف بانكس او بانك اوف اول بانكس، بنك البنوك بسموه، او عنده اسم ثاني بسموه جوفرمنت بانك، بنك الحكومه، او بسموه ريجوليترز، البنك المشرف او المدير العمليه بتاعت القطاع المصرفي كلها رقابيا واشرافيا وتنظيميا.
عشان كده لازم يكون هو في هرم كل التايبس اوف ذا بانكس، لازم يكون عنده سنترال بانكس، لانه اي نظام مالي او مصرفي او قطاع بتاع بنوك لازم يكون في جسم رقابي بيحكم عمل هذه المصارف. يا شباب اي 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 مؤسسات او انشطه لو نحن بنتعامل فيها في سوق العمل وما عندها قوانين او ما عندها بوديز بيحكمها، بتبقى عندها مشكله انها هي تستمر حتى في المجال بتاعها. عشان كده السنترال بانك هو الجهه اللي بتدي اللايسنس. يعني انت لو ده تيجي تفتح لك عمل مصرفي، ده تبدا نشاط بتاع بانكينج او نشاط مالي، سواء كان في صرافات، ده تعمل لك صرافه، بنك، شركه تحاويل، شركه بتاعت ايجاره، شركه بتاعت تمويل اصغر، فانت لازم تاخذ اللايسنس من السنترال. والسنترال بانك بيوريك what should bank do and what should it do، شنو المسموح لك وشنو ما مسموح لك، أنشطة المسموح بالعمل فيها في البنوك وأنشطة المسموح بالعمل فيها. فدي حاجات بحديد البنك المركزي من خلال القوانين، اللوائح، المنشورات التي تنظم عمل هذه البنوك في الدولة المعينة. إحنا هنا بأسيوب ذات الدولة المعينة دي هي السودان. طيب عندنا في الـ types of the bank عندنا حاجة اسمها cooperative bank. طبعا زمان عندنا بنك اسمه بنك التعاون الإسلامي، إسلامي cooperative banks، اللي هو حاليا بنك النيل. يا شباب بنك النيل اسمه بنك التعاون الإسلامي، يعني ممكن تكون طبيعة البنك ده cooperative، أو طبعا أسي كل المسميات بقت تخضع لك الشيء. صح، قاعدين نقول على البنوك، البنوك ايضا بنسميها كده البنوك التجاريه، قاعدين نقول الجمله دي طوالي، البنوك ده بنك تجاري، لكن البنك التجاري بيكون بيقدم اكثر من خدمه وبكون دائما كومبرهنسيف، الانشطه بتاعته ما بتكون محدده، يستخدم كل الانشطه المتاحه للمداري، غير ممول كل القطاعات ممكن يمولها، كل القطاعات بلا استثناء. لكن مجرد ما ندي اسم محدد لبنك يا شباب، البنك الزراعي ده مفروض اساسي، نشاطه الاساسي مفروض يكون دور الاساسي تمويل النشاط والقطاع الزراعي. لكن لما تقول ده بنك تجاري وده بنك متخصص، معناته ده تم انشاؤه لغرض محدد. لكن الكوميرشال بانك ممكن يكون بكل الاغراض، ايفن الغرض بتاع البنك المتخصص. لكن طبعا السنتر البنك دائما لما تنشي يتم انشاء بنوك متخصصه، بيحاول يدي الادفانتج للبنك المتخصص على حساب البنوك التجاري، ما بدي البنك التجاري نفس الوزن اللي ممكن يديه لشنو. ممكن يكون عندنا بنوك ريجونال رورال بانكس، دي بنوك معنيه بالحته بتاعت التنميه بتاعت الريف، وطبعا دي بيكون الهدف بتاعها تنموي، يعني بتكون ديفلوبمنت بانكس. وفي بنوك بتكون طبيعتها بس عقاله محليه، اقراض محليه، لوكال اريا بانكس. وزي ما تكلمت معاكم قبل شويه، ممكن تكون عندنا سبيشاليزد بانكس، دي بنوك متخصصه. لو قدرت زول يقدر يعرف القطاع المصرفي كويس، ممكن يذكر لي اسم كم بنك متخصص. والله زمان ممكن يقول لي يا استاذ البنك الزراعي. تمام، البنك الزراعي متخصص في الأنشطة الزراعية. ممكن واحد فيكم يقول لي والله يا أستاذ بنك التنمية الصناعية، ده هدفه الأساسي في دفع عجلة الصناعة، وعارف تنمية الصناعة وتطوير الصناعة المحلية كده. في زول ممكن يمشي يقول لي والله البنك العقاري. ليه البنك العقاري؟ لأن البنك العقاري متخصص في الأنشطة العقارية. سمعت دائما البنك المركزي في بالكم يوم كده كانت في حاجه من السوشيال ميديا عن التمويل، فمنع اغلبيه الناس قالوا البنك المركزي فك حظرته من العقارات والعقارات، فالموضوع كان غير، وسمح بتمويل العقارات لكن في اطار الحاجات السكن الشعبي والفئوي
وده كله البومبي والبنك العقاري هو متخصص في التمويل العقاري بالنسبة للضمانات الشرائح الضعيفة. في بنك تاني اسمه بنك الاستثمار المالي، بدوره الأساسي مفروض يشجع عليه العملية بتاعت قبيلة تكلمت لكم عن حاجة اسمها الفاينانش. فبنك الاستثمار المالي من دوره الأساسي إنه هو يشجع عملية أسواق الأسهم. ترى لاحظتوا في السودان ما عندنا عملية بتاعت أسهم والدولة كثيرة، وما عندنا أكتف ماركت، ما عندنا سوق نشط في الحتة دي. فبنك الاستثمار المالي للأسف الغرض الأساسي كان به هو إنه هو يشجع الأسهم. يعني أغلبية المؤسسات ما تكون إن إحنا أرضنا وإن إحنا المشكلة بتاع الثقافة بتاعتنا إن إحنا نحول دائما شركاتنا في السودان هنا البيزنس يحول الشركات شكرا جزيلا. قال أمثلة كثيرة جدا جدا لمخصصة. تمام. بنك المزارع بقى تجاري. بنك الثروة الحيوانية اكسلن، شكرا جزيلا. الآن بنك العمال محيس. بنك العمال معني تماما، هو طبعا بنك العمال تابع للاتحاد نقابات عمال السودان على فكرة. بنك الثروة الحيوانية للأسف كان ده الغرض الرئيسي بتاعه إنه هو يشجع القطاع ده، والسودان طبعا ما شاء الله غني بالموارد الثروة الحيوانية. البنك الزراعي انفورشنتلي طبعا بقى هسه بنك تجاري، بقى كان زمان ده دوره الأساسي، صحيح بيمول جزء رئيسي من القطاع الزراعي، بحاول يمول المزارع ميل يعني مثلا المزارع محتاج بعض المعينات اللي بتعين في العملية الزراعية بيمولها، لكن طبعا خلى نشاطه بقى أقرب لأنه يكون في الدرجة الباب أكثر. ممكن أقول عليه متخصص. شكرا جزيلا، يعني إجابات سليمة وجميلة ودي دلالة على أنه عندكم معرفة كويسة بالبنوك وطبيعتها. يعني أنت مجرد ما تلقى ذات البنك عنده اسم محدد وعنده صفة محددة هو بنك متخصص طوال اسم الشلايز. الاسبشالايز بانكس في بنوك تم إنشاء البنك المركزي أو الدولة فور إكزامبل البنك الزراعي يا شباب بنوك للبنك المركزي ووزارة المالية. الإنشاء عنده بالناسبة البنك الزراعي بالرغم إنه خاضع لسلطات البنك المركزي، لكن في نفس الوقت البنك الزراعي عنده قانون خاص يوريك شنو طبيعة البنك الزراعي وشغل الحاجة. ففي بنوك عندها قوانين خاصة زي بنك الاستثمار والبنك الزراعي، لكن في بنوك بس طوالي هي بتخضع لسلطات البنك المركزي. في السمول فاينانس اكتس، انتوا طبعا بتكونوا سمعتوا بالحاجة دي دائما في الدول النامية او الدول التعبانة زي حالتنا. احنا عندنا مشكلة اساسية رغم ان عندنا مقاري مشاكل اساسية، والحاجة الأساسية في مشاكلنا ما عندنا نظام مالي جيد، وما عندنا يعني قطاعات بتأدي بشكل جيد. المشكلة الأساسية أنا بعزيها دائما للمشكلة السياسية، أصلا ما تقول للمشكلة الاقتصادية. السياسة دي هي الكور أو هي السبب الرئيسي في الوضع طيب، سواء كان على مستوى القطاع المالي البنوك أو على مستوى القطاعات الأخرى. يعني نحن نتكلم عن نحن بلد زراعي وعندنا بنكي قدر الليلة وبكرة ما شاء الله من أكبر البنوك الموجودة في السودان. لو جيت مشيت وشفت البورتفوليو أو التوتال أسس بتاعت البنك الزراعي بتلقاه من البنوك الكبيرة، هو classified as systematically domestically systematically important bank by the way. يعني شو domestically systematically important banks؟ البنك لما نقول عليه والله نحن البنك ده مهم، الأهمية بتاعت البنك ده بتجي إنه هو يقدر يلعب لنا دور أساسي بيز على حجم أصوله، هو يكون من أكبر البنوك في السودان. ولو البنك ده حصل له كولابس أو انهيار طوالي ممكن يؤدي إلى باكينج سيستم. عشان كده بتلقوا إنه البنك ده مملوك للبنك المركزي نفسه، وده يتعارض مع دور البنك المركزي الرغابي ودور البنك المركزي التنظيمي ودور البنك المركزي الإجرامي. أنا طبعاً كنت موظف في البنك، فبالتالي الحاجات دي بتتعارض مع الجزئيه بتاعت الدور بتاع البنك المركزي.
السمول فاينانس بانكس زي ما تكلمت عنها، طبعا دي البنوك اللي بيكون عندها هدف رئيسي في انها تمول التمويل. هم في ناس بيتكلموا عن كده مؤسسات التمويل المتناهيه الثقه. طبعا عندنا مشكله بتاع الترانسليشن، احنا قاعدين نقول سمول اند ميديم سايز، وفي ناس قاعدين يقولوا اسمه مايكرو فاينانس، وفي ناس مشوا ابعد من مايكرو فاينانس لنانو سمول اند نانو فاينانس. فانت كلمه سمول فاينانس السودان طبعا رايح في الحته برضه بتاعت المايكرو فاينانس، عندنا اداره متخصصه في البنك المركزي معنيه بالكوربريت فاينانس، وعندنا بنك باي ذا وي لكن ما تحت اشراف، تحت اشراف اداره التمويل الازرق اسمه بنك الابداع. بنك الابداع ده بنك تم انشاؤه عشان يقدم خدمات بتاعت التمويل الاصغر، تكون سمعت بشركات التمويل الاصغر الموجوده في البلد ان العدد كبير من الشركات، والشركات حتى بيساعدكم انتوا. انا طبعا اي بريفير انه لما اجي اقدم اي حاجه عمليه للناس بحاول اشجع انه الشباب دائما لو فكر في انه يمشي يعمل بيزنس اي بريفير انه يقدر يمشي يعمل بيزنس، لانه البيزنس اساسا لما تيجي اديكم في البنك ذاته البنك واحد من الوسائل اللي المفروض تساعدك في انك انت تعمل بيزنس، خليني من انك انت بس تمشي تشتغل فيهم. فانت برضه المفروض يكون دورك الاساسي تفكر في انه انا ذاتي استفيد من البيئه البنك، كيف استفيد من البنك من خلال اخذ تمويل منه يعني. فدي واحده من الحاجات الاساسيه، عشان كده السمول فاينانس بانكس بعض الشباب بيكون عندهم افكار كويسه، فالافكار الكويسه دي انت عشان تترجمها لواقع محتاج لي تمويل. طيب انا داير امشي لتمويل يا اخي، انت مشروع عندي سمول، انا بنك ما داير ادعم لي في مشروع زي ده، اعمل لي في زبده استضي وديو ديليجنس وغيره، ليه؟ أنا بفكر في المشاريع الكبيرة والشركات الكبيرة. طيب أنت عندك خيار، أنا والله عندي فكرة بتاع البيزنس، داير أعمل لي بيزنس صغير، وعندي الفكرة، وعندي الدراسة بتاعت الجدوى، وبالتالي أنا محتاج أمشي أعمل لي مشروع، مشروع صغير. فطبعاً تمشي لشركات تمويل الأصغر، وتمشي لو ما تفتح تمويل بالمناسبة تعالوا لي بعدين، أشيل تلفوني من الشباب بتاع التيم، ولو ما موجود شيلوه. تعالوا أنا بوديكم بإدارة التمويل الأصغر، ولو في أي ظرف فديكم تمويل إن شاء الله منها. إحنا لكم المشكلة هذا الهدف الرئيسي، طبعا أنت مسؤول كل الشروط أو الريكويرمنت أو زي. فعشان كده في بنوك في بعض الدول متخصصة في منح التمويل للسمول فاينانس. لاحظت في الفترة الأخيرة البنك المركزي زاد تقريبا سقف التمويل الأصغر للأفراد للمشاريع الصغيرة. لكن انفورشنتلي احنا عندنا تجربه مع عمليه في السودان ممكن تشيل التمويل لاغراض بتاعت سمول فاينانس، لكن انت ما حد تشيل الجيوش من البنك وتعمل الاجراء اكوردنج للدراسه بتاعتك انك دايره لغرض معني، لكن انفورشنتلي لما تمشي برا بتلقى زول ده ما شال الجيوش عشان تمشي تشتري بها حاجه ثانيه. للاسف ده بيحاول يدمر الاقتصاد، يدمر القطاع المالي، بالتالي يدمر الاقتصاد. عشان كده مفروض يكون دور المؤسسات الرقابية في إن هي تتأكد من إنه التمويل تم منحه من أجل القرض الممنوح له. فدي أنواع البنوك، لو عندكم أي استفسار فيها ليتر إحنا ممكن أحاول إن شاء الله أجاوبكم في الحتة بتاعت الطائف سقوف. لكن كده خلوني أضيف لكم حاجة بسيطة قبل ما أمشي للخطوة بعدها. في الحتة بتاعت الطائف سوباز، التصنيفات على مستوى صندوق النقد الدولي، صندوق النقد الدولي قاعد يقسم الـ IMF International Monetary Fund قاعد يقسم البنوك دي لبنوك محددة كده، ما قاعد يقسمها بالتقسيمات الحكاية. طبعا هنا ده التقسيم بيكون حسب دائما أي مؤسسة رقابية أو بوديز لما تيجي تطلع classifications لأي حاجة من الحاجات من القطاعات بتحاول تدي الدول discretion في انها هي تحدد التصنيفات بتاعتها، لكن التصنيفات دي متعارف عليها best practice لكل الدول. لكن في الورلد بانكس او في الاي ام اف الاثنين قاعدين يصنفوا البنوك دي لثلاثه تصنيفات، ما كثيره شديد، ما قاعدين يخلوا تصنيفات كثيره. فبيحصر البنوك كلها يا بنك بيسموه commercial bank ويا state owned bank ويا foreign banks او joint venture. طيب نقول تاني
البنوك ممكن تكون ستيت اون بانك، بنك حكومي. لما تقول ستيت اون بانك ده بنك حكومي. لو سمحت ممكن تكتبوا لي مع البنوك الحكوميه في السودان لو في زول عارف البنوك الحكوميه. وممكن زول يقول لي والله ده كوميرشال بانك، بنك تجاري. لكن هنا ممكن اقول على شنو برايفت سيكتور، يعني بنوك متخصصه او بنوك القطاع خاص، للقطاع الخاص، مملوكه للقطاع الخاص، او بنك جوين فينشر يكون بين الاثنين قطاع عام وقطاع خاص، او بنك فورين بانكس، بنك اجنبي. دايما زول يكتب لي، دايما تكتب لي نوع من البنوك الحكوميه في السودان، بنك فورين بانكس. ولو قدرتوا تكتبوا لي الاثنين دي خلوني من الكوميرشال بانك نماذج كثيره. طيب الضمان الوطني بنك حكومه، ليه بنك حكومه؟ بنك الثروه الحيوانيه ليه بنك حكومه؟ داير الزول يجاوب ليه الكتب الضمان الوطني والثروه الحيوانيه. الكتب بنك البلد وبنك الخرطوم. بنك الخرطوم classified as state of banks آسيا صلاح. ليه بنك البلد؟ الاثنين ليه؟ طيب نص اجنبي يا ضحى، لو متفقه معي اجنبي اعملي لايك. وفاء قالت البنك السوداني الفرنسي والبنك الاهلي، شنو المفروض الزول اللي بيكتب لي يقول لي ده بنك حكومي وده بنك كده وده بنك كده؟ الناس اللي كتبوا ما وضحوا الحاجه دي بشكل. وحقالك اوكي تمام. طيب لو كتبت لي حرجع تاني للكومنتس حقتكم تاني واشوف. طيب نمشي للخطوه اللي بعدها. وده دي الحاجه الاساسيه اللي نيجي نتكلم عنها بشكل اساسي، والباكينج بيزنسز. بنك الخرطوم حكومي، لو قلت لي انه حكومي بطلس اجنبي اوكي. يونايتد كابيتال بانك برايفت اوكي جود. بنك فيصل غير حكومي صحيح. بس ده ينزل يقول لي بنك الخرطوم، واللي قال بنك الخرطوم ده حكومي ليه بنك الخرطوم حكومي؟ يكتب لي هنا بنك الادخار حكومي. طبعا دي ما ازيله، دي الحاجات اللي انا بسال منها انتم بعدين احفظوا بازلتكم بعدين حسب ما تكلموا معايا الشباب هنا. ريتا علي هيوريني بعدين شكل الازمه. بنك النيل حكومي صحيح. بنك النيل جزء كبير منه كان مملوك لولايه الخرطوم، جزء طبعا حسب القوانين انه اي بنك زمان كان ديوان المراجعه القومي، اي بنك بيراجعه المراجعه القومي يا شباب تعرف بنك العمل الحكومي صحيح مملوك بشكل كبير لبنك السودان. اي بنك يا شباب بيراجعه المراجعه القومي يعتبر بنك حكومي. والمراجعه القومي زمان كانت نسبه تملك الحكومه في البنك عشان يكون يسموه بنك حكومي كانت اتليس لازم تكون المساهمه بتاعت الحكومه تكون اتليس 20%. لكن ده معدل الغريب بتاعهم، قالوا اي مؤسسه حكوميه احنا بنمتلك فيها 1% فقط قالوا يتم التعامل بها عامل حكومي. فالبنوك الحكوميه صحيح بنك الخرطوم حكومي، لكن الكلام ده حاليا بقى ما حكومي على فكره. للناس اللي بيعرفوا بنك الخرطوم، بنك الخرطوم كان مملوك لواحد رجل اعمال سوداني اسمه فضل محمد خير. وفضل محمد خير ده بعد جات الثوره ولجنه التفكيك كان سحبوا منه الاسهم حقته وامتلكتها وزاره الماليه. ورئيسة لي تقريبا وزاره الماليه طلعت بالموضوع فالراجل رجع لي حتته، فبالتالي بنك الخرطوم رجع ثاني ما عاد حكومي، بقى بنك تجاري عادي. شكرا لكم وشكرا لتفاعلكم، ده دلاله على انكم انتم 20% من الشير سيس 20% من راس المال، لكن الكلام ده كان زمان. بنك الخرطوم هو بنك باركليز، لكن باركليز اللي مقصود به انجلترا اعتقد الشيء. ما فرنسي هو انجليزي، نحن حاجاتنا كلها مستعمره انجليزيه. ما عدا البنك السوداني اللي ماخذ لم يعني صفه من الفرنسيين هو البنك السوداني الفرنسي. طيب تمام نواصل. جبال زي ما بدات يقول انه السنترال بانك دوره شنو؟ دوره قلنا دور الغابي. لو برضه قدرت تكتب لي الفانكشنز او سنترال بانك تكون معك اصلا. بطريقه غير مباشره دي بتوريني على فكره لما تجي اسالكم اسئله هي اقرب لانها تكون زي التطبيق العملي للحاجات اللي بتعمل ذات الشيء. طيب all countries have regulations that define what banking business is. عشان كده لما بدات بالتايبس اوف بانك قلت لكم البنك المركزي سنتر
واللي بيعبر عن الضوابط بتاعت الدول هو البنك المركزي، لأنه هو البنك أوف بانكس، لأنه هو السوبرفايزري بانكس، لأنه هو الريجوليتورز. فبالتالي في حاجة زي المصطلح كده قاعدين نستعمله نحن على هو لاست ريزورت، هو المغرض الأخير. لو البنوك دي فشلت في إنها تسدد للمودعين، البنك المركزي مطالب عشان يحافظ على سلامة النظام المصرفي ممكن يقوم يقدم شنو يا شباب؟ يقوم يقضي كل ديفيسيت موجود في البنوك. البنوك لو فشلت في إنها تسدد القروش للمودعين، البنك المركزي بيمشي يسدد القروش دي. حتى دخول البنك المركزي في البنوك عنده مساهمات في البنوك، ما دخل فيها حبا في البنوك، لكن هو مضطر للدخول في البنوك. ليه؟ لأنه في البنك يكون حصل له تعسر، عمليات متعسرة، ودي أثرت على الليكويديتي، ويقعد عنده هاي ليكويديتي ريسك، بالتالي حيبقى البنك انسولفنت لأنه الكابيتال بتاعه بقى نيجاتيف، وده بيأثر على إنه البنك المركزي يتدخل عشان يحاول يحسن من شكل الموقف المالي للبنك. All countries have regulations زي ما قلنا بتحدد شكل النشاط بتاع أي بنك شنو. البيزنس banking is the range of service provided by the bank, a bank to a business or corporation. طبعا يا شباب لما تقول والله هو to provide by the banks to a business or corporation، احنا بنفترض ان البنك ده هيقدم الحاجات دي حسب السياسات بتاعت البنك المركزي. البنك المركزي قال لا اعمل، هو بيعمل. قال لما تعمل، لو عمل هيدفعوا غرامه او يعاقبوا على العمل، لانه it's not compliance with central regulation. فبالتالي احنا محتاجين نعمل شنو؟ لازم الحاجات تتماشى مع البنك المركزي او الريجوليشنز السايده. Services over and the business banking includes. طبعا انا دائما قاعد اتكلم عن البنوك زي ما بديت محاضرتي معاكم، هو المرشد الاحتياطي والتعاقد والمرشد النازلين بروجكتس، انه البنك بيقدم القروض دور الاساسي. او يقبل الودائع سواء كانت سيفنج او تشيكينج. وده ميل للنشاط الرئيسي بتاع اي بنك. والكلام ده قلنا بيل ممكن يقول للافراد individuals، ممكن يكون للأسر household، ممكن يكون للكوربريت شركات، وممكن يكون even للجوفرمنت. وعلى فكرة التمويل الحكومي دائما قاعد يكون يمثل بعض المرات نسبة كبيرة جدا جدا، وتكون دائما التمويل بتاع الحكومة أكبر من التمويل بتاع القطاع الخاص على فكرة. عشان كده بتلقوا دائما المؤسسات الحكومية هي ما ناجحة أصلا، ما productive، وفي نفس الوقت ما أخذ الوزن الأكبر. ما بي عشان هي صفري مؤسسات سيادية، لكن الصور دائما التعسر في الجهاز المصرفي. كلمة التعسر يا شباب هنا مقصود بها شنو؟ البنك لما تيجي يمنح لون العميل ما برجع، بس ببساطة دي فكرة العميل become defaulted. يعني مثلا انت مشيت وقلت للبنك انا ده ليس سلفية دراسية أو سلفية اشتري بها عربية أو سلفية لأي حاجة مسموح حسب الـ regulations بتاعت السنترال بانك، ومشيت أخذت السلفية، لكن وين it become the you؟ أنت ما كان عندك قروش عشان ترجع للبنك السلفية حقته اللون. في الحالة دي البنك بيصنفك عميل متعسر، وباي ذا واي أنت لو بقيت عميل متعسر أنت it is not allowed أنك أنت تاخذ أي تمويل من أي بنك تاني، لأن حتكون بقيت شنو؟ أنت already defaulted. وفي حاجة اسمها وكالة، عندنا وكالة في التابعة للبنك المركزي معنية بشكل أساسي في الاستعلام عن العملاء، وتحديدا عن العملاء المتعسرين. خطوة أولى وخطوة ثانية بدوك إزار ثاني. الخطوة الثالثة طوالي بتدخل في حاجة اسمها البلاك ليست، قائمة السوداء. فعشان كده البنوك كيف بتقدم الخدمات دي لكل القطاعات بما فيها القطاع الحكومي وقطاع
القطاع الخاص. طبعا لما تيجي تتكلم عن القطاع الخاص بيتكلم عن حتى الافراد دي اللي بتعتبرهم قطاع خاص، الفرد ما عنده علاقه بالحكومه، الحكومه تتكلم عن مؤسسه اوكي. انا ما اعرف اجاوب علي لو رديت عليه هنا اجاوب على الاسئله دي ما يستنى كثير ناس قاعده بعد ممكن اجاوب ولا اخليها اكمل بعدين اجاوب لا في اسئله غيرها انا كاتبها كلها ان شاء الله خلاص تمام تمام هاي بعدين كلها تجاوب على ان شاء الله ممتاز ممتاز. طيب الفانكشنز اوف بانكس ثاني زي ما قلنا البانكينج سيكتورز هو بيعمل شنو؟ هنشوف الوظائف الرئيسية بتاعته. نقول جنرالي دي الميجر فانكشنز اوف ذا بانكس are almost the same but the sets of people of each sector so type deals with me different. يا شباب نحن لما نيجي نعمل الفانكشنز اوف بانكس الفانكشنز ممكن تكون حسب شكل الخدمة اللي بيقدم البنك او ممكن تكون حسب القطاع اللي بيقدم للمصرف خدمة والكلام ده يتراوح أو يتفاوت من شخص لآخر ومن قطاع لآخر وهكذا. لكن نشوف الحاجات الأساسية دي الحاجات الأساسية يا شباب. البنك يكسب ديبوزيت. أنت لو عندك قلنا سير بلس أوف فوند عندك سير بلس طوال تمشي للبنك تقول له أنا عندي سير بلس البنك بخيرك. عشان كده شايف أي عملية في الكونترات بينك وبين البنك وانت you have to sign the contract عشان تثبت حقوقك. وممكن تكون عندي حاجة اسمها البنك برضو بيقدم الخدمة الثانية مجرد قلنا الخطوة الأولى هو acceptance of deposit الخطوة الثانية هو lending activities بسبب البنك يسموه lenders هو lenders لأنه قلنا ده دوره as financial intermediation أو financial intermediary. الخطوة الثالثة ترانسفير فاندز أنا والله عندي بريج داير أحوله من حتة لحتة ثانية انترنال أو اكسترنال لاحظتوا بنبنى السودانية تقريبا بعد ربع الحظر في جزء منها بقى يقدر يتعامل انترناشونال لكن ستيل في بنوك ما قادرة تقدر تعمل كلام خارجي. في الايشو اوف درافت في حاجة اسمها الأوفر درافت السحب على المكشوف الإيشو درافت ممكن يكون العميل هو بالنسبة للبنك هو مصدر ثقة وفي جود ريليشن شيب بين البنك والعميل وبالتالي ممكن البنك يصدر حاجة خاصة حاجة للعميل يمكن يسوي يسدد للعميل أو يغطي للعميل بعض العجز الموجود في حسابه لأنه هو عميل عنده قدر ريليشنشيب بالزمان. العميل بيصدر حاجة اسمها خطاب ضمان ممكن يضمن سوري البنك بيصدر حاجة اسمها خطاب ضمان ممكن يضمن العميل. سؤال هنا ليكم هل ممكن نقدم خطاب ضمان للدولة؟ الدولة بتفلس ولا ما بتفلس سؤال؟ If the government become insolvent or not؟ هل الحكومة بتفلس؟ عندكم النماذج لحكومات فلست؟ والله هتقول لي الكيس بتاعنا في السودان حاليا الحكومة مفلسة كيف؟ لحد هسه في ناس ما صرفوا مرتباتهم والحكومة لما تفلس بتلقى على وين؟ ده السؤال الثاني. لكن سؤالي الأول هل في زول بيقدر يضمن الحكومة؟ لو في زول جاوب علي السؤال ده يعني لما تكون عايز تساعد ديون يبقى ده إفلاسة هو تعسر بيسموه number forming loans أو default إسراء قالك عشان كده بنفترض من البنك المركزي دي الحكومة يعني إسراء ولا غازة
الجيلاني قال الاغراض من صندوق النقد الدولي الا تكون لسه حاليا في كيسنا احنا صندوق النقد الدولي ما بيدينا قش، بالتالي نشوف بديل في عمليه السوق المفتوحه وعدم الخيارات. يس رايت اكرام دي ما عارف هي قالت لا عليها ده اساس لا ليش ما قصد انا عندي كم سؤال. حصل تقريبا في كوريا لما الشعب تبرع بالذهب عندنا كيسز قريب هنا في عندكم نماذج عندكم اليونان خلقت أزمة حتى في الاتحاد الأوروبي بتطبع قروش فعلا تلقى تحصل في السودان الحكومة لو فلست عشان تغطي القروش بتاعت البند الأول بالميزانية بتاعتهم والوزن بتاعتهم بيمشوا يطبعوا طباعة دي يا شباب يسموها استدانة من البنك المركزي على فكرة الحكومة بتفلس إذا كان دي إجابة صحيحة بتفلس البنك الدولي الأرجنتين بومبك يس الأرجنتين كيس شهير جدا جدا لبنان حاليا تعتبر في حالة بتاعت إفلاس نعم بالتأكيد عندما الحكومة لا تقدر على مصروفاتها بتجلع عن طريق التمويل بالعكس إكسلنت محمد السيري طبعا يا شباب حكاية صندوق النقد الدولي نحن المؤسسات الدولية أب تو ناو نحن ما قادرين نتعامل معاها ودي أصل مقرونة تماما بالعملية السياسية الجارية ما أتكلم عن السياسة لأن أكاديمي لكن أنا مصير على إنه دائما كل الأشياء مرتبطة بالسياسة لو ما عندك نظام سياسي جيد في البلد فبالتالي ما كل الحاجات ما هتكون بعافية عشان كده المؤسسات الدولية برا هسه حاليا كلها راحت للتعامل مع السودان نحن عندنا ديون يا شباب كانت حاجة خرافية السودان كان من الديون الدول المصغرة بالديون احتمال تكون امبارح فاروق يتكلم عن الموضوع ده لأنه مش بتاع ماكرو فاينانس ماكرو اكونومي لكن حاليا نحن الحاجات العبء ده احتمال يزال من السودان لكن في نفس الوقت نحتاج لانه نحن نقدر نتعامل مع المؤسسات الماليه الدوليه من خلال وجود حكومه مدنيه حسب اشتراطاته حكومه مدنيه فخلونا نمشي لقدام ونبعد عن السياسه وصول الكستان. طيب قلنا الحكومه بيضمن المن في زول كتب لي في زول قال لي بيضمن المن ما في زول قال لي الحكومه الاستدانه من رجال الاعمال الكبار لا ما ممكن الدوله تستفيد من رجال الاعمال الا تشتغل شغل بتاع حمبه بعدها حاجه اسمها انك انت تشيل من التجار الكبار دي ما صح ما في كلام زي ده انت ممكن تحاول تشجع الناس يخدوا قروش في البنوك والبنوك طبعا مجرد طبعا عندنا واحدة من المشاكل اللي قلت لكم هتكلم عن الستريك فاينانس انتوا عارفين موضوعنا ده الا ورشة ثانية ما المفروض بس نتكلم عنه في ورشة ثلاث ساعات لكن انا هحاول اغطي عليه لكن انا احنا طبعا بنقول نظامنا اسلامي وفي النظام في البنوك التقليدية البنوك اللي بيتعامل بالنظام الربوي يا شباب البنوك من النظام الربوي بتشتغل بحاجة اسمها عندها تولز اداة بتقدر تستخدمها كان فاروق امبارح تكلم لكم عنها حاجه اسمها الانترست ريت. بتقدر الدوله بترفع الانترست ريت وبتقدر الدوله بتقدر تقلل الانترست ريت عشان تحاول تعمل كنترول عمليه بتاع الديماند والسبلاي اوف ماني. تتحكم في عمليات العرض والطلب على النقود. فالحاجه اللي احنا طبعا في السودان ما عندنا عرض وشريط لكن قبل في زون شيء ذكر هنا انه تحاول نشتغل بسياسه السوق المفتوحه كومو اوبن ماركت اوبريشنز. فدي واحده من الادوات اللي المفروض تكون عندنا. يا شباب الدولة لما تجي تستلف نحن ناسي مسموح لنا ما من البنك الدولي ورسل النقد الدولي لكن عندنا بنوك مثلا زي بنك الديفلوبمنت تريد ديفلوبمنت بانك بنك التجارة التنمية والتجارة في افريقيا هنا في كوميسا السودان عنده في وسع عندنا في قرابة قريب من قرابة المليار دولار او ناخذ البنك بتاع افريقيا زي بنك الاستيراد والتصدير الافريقي ده برضه جاي من السودان قروش فالبنك ده عشان ياخذ يدي السودان تمويل بيطلب من السودان نفسه كحكومه عبر وزاره الماليه بيقول لهم داير خطى الضمان من البنك المركزي لو انتوا فشلتوا بعدين خطى الضمان ده هيستخدم عشان يسيلوه يا شباب عشان كده انا هنا لما جيت اتكلمت لكم عن الحته بتاعت اكستندد ان كونفيرمد بانك جارانتي يا شباب مثلا عندي عميل داير يستورد بضاعه نفترض من بريطانيا نفترض انه عندي الشخص اللي عنده معاه في بريطانيا ما اكيد طبعا ما في شباب بيشيل لك هاش من شباب بريطانيا ولا هاك العمليات دي كلها بتتم عبر البانكينج سيستم ودي واحده من ادوار البانكينج سيستم
انه يقدم خدمات اخرى. يعني هو بيقدم خدمات بيوند الخدميه الحته بتاعت انه بروفايدنج لونز واكسبتنج ديبوزيتس. فيا شباب لو هو داير يمشي يتعامل مع زول في بريطانيا اكيد حيتعامل عبر البنك حقه. حتى لو العميل ده هنا مثلا نفترض داله اسامه داوود زول موثوق فيه وعنده فاينانشال بوزيشن وفاينانشال ستريكس وكريدت ورك لوس، لكن في نفس الوقت الراجل اللي بنعمل معاه في بريطانيا حيقول له معلش انا قال لي خطاب ضمان من البنك بتاعي، لانه انت لو فشلت بعدين انا احنا حشنو هنمشي للبنك نقول له تعالى. عشان كده دي حاجات يا شباب يسموها اوف بالانس شيت ايتمز. يعني شنو اوف بالانس شيت ايتمز؟ في زول عارف الفرق ما بين الاون بالانس شيت والاوف بالانس شيت؟ لو عارفين الفرق ما بين الاون بالانس شيت والاوف بالانس شيت بليز اكتبوا لي هنا في الشات. طيب issuing and confirming letters of credit ثم طبعا الاعتماد. البنوك برضو في المعاملات بتاعت التريد فاينانس تمويل التجارة الخارجية ما المحلية عمليات السودانيين أغلبية السلع بتاعتنا اللي هنا قاعدين نشوف في السودان هي مستوردة من خارج السودان. الاستيراد بيتم عبر البنوك. يعني تجارة الشين ما بنعتبره استيراد، يعني ما يكون حجمه كبير زي المؤسسات الكبيرة اللي قاعد تمشي تستورد عبر البنوك. فالبنوك هي بتساعد في العملية دي، وبالتالي في خطابات اعتماد ودي فيها بروسيس بيتم عبر البنك. البنك بيحاول يرسل المستندات لبنك العميل هناك، وبنك العميل بيدي كونفيرميشن، والبنك بعض مرات بس بيكون طبعا بيشيل نظير خطاب الاعتماد ده، البنك بيشيل مقابله كاش. لكن الكاش ده يا شباب ما بيدخل في شنو؟ في خزينة البنك. عشان كده قاعدين نسميه اوف بالانس شيت، بتكون قروش قاعده لكن ما داخل شنو؟ البنك ما مسموح انه يشيل القروش دي يلعبوا بيها. عشان كده بنسميه اوف بالانس شيت ايتمز. لكن البنك التاني بيستخدم القروش دي لو العميل فشل في انه يسدد، ما احد يقول انه المبالغ زي الكولاترال زي الضمان. لو انت ما سددت للعميل في البنك المراسل ده كونسبت ادفانس، انا حاسيب القروش بتاعتك دي وخطاب الاعتماد ده حيبقى بدل كان اوف بالانس شيت حيبقى اوف بالانس شيت. وبالتالي قروشك دي بدل ما كانت برا الميزانيه حتدخل جوه الميزانيه. ودينك ده يعتبر تمويلك ده يعتبر تمويل متعسر. لكن البنك بيكون شايل مقابل هذا التمويل المتعسر بيكون كفر بنسبه 100% عباره عن شنو؟ كاش. بيكون شايل من العميل ده ما يعادل المبلغ. لو دفعته انا حاخسر. لكن انا لو دفعته ما حاخسر، لا، لكن انا شايل منك هنا وبيعها بما تعادل المبلغ العميلك. Issuing bank securities. طيب يا شباب شنو يعني issuing bank securities؟ في زول عارف يعني شنو issuing securities؟ طيب issuing securities، هل البنوك مسمح لها انها تصدر اسهم؟ بالمناسبه لو مشيت لسوق الخرطوم والاوراق الماليه بتلقوا غالبيه البنوك مدرجه في سوق الخرطوم للاوراق الماليه، لكن ما مدرجه optionally، هي مدرجة compulsory عبر البنك المركزي إنه لازم أنت تدرج أسهمك هناك. لكن بالرغم إنها مدرجة لكن ما متاحة للعامة. فالبنك ممكن يصدر شنو؟ يصدر الأسهم عشان الناس ممكن تساهم في البنك لو البنك داير يزيد رأس ماله، لكن ده حسب الاوثرايزيشن كابيتال، حسب شنو؟ عندنا حاجه اسمها، عندنا حاجتين او ثلاثه تصنيفات لراس المال. في حاجه اسمها اوثرايز كابيتال، وعندنا حاجه اسمها البيد اب كابيتال. لو انت عندك البنك طرح اسهم في سوق الاوراق الماليه، البنك اصدر الاسهم دي لانه محتاج شنو يا شباب؟ الاسهم ليه بيتم اصدارها؟ عشان شنو البنك ليه محتاج يصدر اسهم؟ سؤال، ليه البنوك بتصدر اسهم؟ كم بيانات و... كم مدياش شرحك
أكثر الاهتمامات الإدارة المالية. ليه البنوك بتصدر أسهم؟ محتاج قروش صحيح، لأنه هي يا شباب الأسهم source of finance، زيادة رأس مال، يس صحيح، زيادة رأس المال المصرح به، المصرح به ما أعتقد أنه ممكن يكون داري يزيده، لكن أورد عنده جاب ما بين المدفوع وما بين المصرح، ممكن المصرح به دائما بيكون أعلى من المسموح به. استقرار الأسهم يأتي من أجل زيادة رأس المال حقها والتوسع في المشروع. ممتاز، أزي إجابات ممتازة. Dealing with foreign exchange، البنوك قاعدة تتعامل مع الفوركس يا شباب، قاعدة تتعامل مع الفوركس. لاحظوا يوميا بتلقوا في أي صرافة من صرافات البنوك بتلقوا أسعار العملات، النقد الأجنبي. أسعار العملات الديلينجز ممكن يكون بيع أو شراء. ودائما البنوك دائما بتلقوا حاليا طبعا بعد العملية بتاعة التعويم السعر ما بين السعر الرسمي أو سعر الماركت بلاك ماركت والسعر بتاع البنوك بتلقى ما في جاب كبير صحيح؟ الليلة السعر تقريبا في السوق الأسود زي 600، في البنوك بتلقوه 590-585، ما في جاب كبير طبعا، يعني أضمن لك إنك تاخده من البنك أفضل إنك تاخده، خصوصا الزول ما عنده كميات كبيرة، لكن طبعا كمية كبيرة عندها في فرق لو جيت حسبتها بحسابات حتى البنك ذاته نفسه لو انت ما دهت تبيع ليه ولا تشتري منه ما بيديك كمية كبيرة، في الرغم انه في حصائل اسمها حاجة اسمها حصائل صادر تجي من هناك في استخدامها في البيان. طيب سريع دارين نخش بطريقة بشكل عامل عشان نشوف الحاجات دي يا شباب. نحن قبل كنا الفانكشنز بتاعت البنوك انه هو accepting deposits. شنو الديبوزيت ذاته شنو يا شباب؟ A deposit is the money held in banks, accounts, or with another financial institution that requires a transfer from one party to another. أنت لما تخد لك تعمل لك تخد لك وديعة في البنك بيكون عندك قرض ولا ما عندك قرض؟ أكيد في قرض. أنا أعتقد أغلبية الناس لو عندهم مرتباتهم بتنزل في البنوك لو ما عندك قرض في البنك ده بتسحب القروش دي كلها خلال يوم أو يومين أو ثلاثة يوم. إذا كان هي بتستحب ليك، لو ما بتستحب ليك بتستخدم النظام بتاع التحويل الموبايل بانكينج ده وتستخدم تحول البروج دي سبيل. فالديبوزيت الغرض الرئيسي بتاعها ده بتكلمنا عن قبل إنه عندنا سيفرز، والسيفرز هي بيحاول بقدر الإمكان هم يستخدموا أموالهم دي إنه يحطها ودائع في البنوك عشان يحققوا ربح. طبعا انا بقول انه يحقق ربح، لكن بعد شويه هنيجي نتكلم عن الموضوع ده، هل احنا فعلا بنحقق ارباح من البضائع ولا ما بنحقق ارباح؟ طيب الديبوزيت كان اورس بي اماونت اوف ماني يوزد. طيب تمام، في بعض المؤسسات البنوك المؤسسات الماليه لما تيجي تمنح قرض يا شباب تمنح قرض بتقول لك المفروض لازم تكون حسابك اول حاجه عندك حساب معي، فحصل لو مشيت تيجي تاخذ لك قرض من اي مؤسسه بقول لك لازم يكون عندك حساب مفتوح عندي checking account. الحساب ده لازم تخد لي فيه وديعة محددة نستخدم الوديعة دي as collateral، إذا فشلت في السداد بعدين نحن حنشيل شنو نشيل الوديعة بتاعتك. شفت البنوك بتحاول تقلل مخاطرها كيف؟ من خلال تكون عندها secure amount that can be used as collateral in case إنه العميل بيكم ديفولت. إذا الديبوزيتس ممكن تكون وسيلة بتاعة ترانسفير للمونيز من حساب لحساب، أو أنت داير تحقق منها أرباح، أو أنت استخدمتها أز كولاترال ضمان. عندنا نوعين من الودائع أنا تكلمت عنهم في محضر حديثي كبير في بداية الحديث للناس اللي كانوا لا مانع انه نحن نقدر نعيده ثاني. عندنا حاجه اسمها ديماند ديبوزيتس اكاونت. والديماند ديبوزيتس
is essentially a checking account in which you can withdraw funds at any time. This is a money current account, حساب الجاري أو الوديعة تحت الطاولة يا شباب. أي وقت أنت مشيت للبنك فتحت حساب جاري ووقعت مع البنك contracts، مجرد ما تمشي تبدأ بيطلبوا منك بعض الريكويرمنت حسب متطلبات البنك المركزي في فتح الحساب الجاري. طبعا أنتوا لو دارين تمشي يا شباب تمشي على الويب سايت بتاع السودان. الويب سايت بتخش والله أنا داير أعمل حساب جاري. طيب لما تيجي تعمل حساب جاري المتطلبات بتلقاها في البنك المركزي 1 2 3. البنوك طبعا ممكن تمشي هناك للبنك بيوريك انت عشان تفتح حساب جاري محتاجين منك الجواز وطاقه اثبات اللي منك حساب الجنب اللي شغال في المؤسسه محتاجين السلري بتاعك محتاجين لبعض الاشياء متطلبات ما صعبه. بعد ذلك بتفتح الحساب وبتاخد فيه وديعه مبلغ محدد وممكن تسحبه بعد داخل المؤسسه. طيب لانها هي ديماند ديبوزيت، لكن لو انت مشيت لحاجه اسمها تايم ديبوزيت يا شباب دي احنا هنا بنسميها هناك الاولى بنسميها وديعه جاريه السودان هنا بالعربي. التايم ديبوزيت بالعربي قاعدين نسميها وديعه استثماريه. كيف وديعه استثماريه؟ الوديعه الاستثماريه ذات نوعين يا شباب، في وديعه مطلقه وفي وديعه مغيده. المطلقه ممكن ات اني تايم ممكن شنو تكسر الوديعه وتستريد قروشها. المغيده لا، مغيدة بزمن محدد ريستريكتد، عندك زمن محدد تقول لي بعد ست شهور. لو انت نايم تشيل القروش دي انت يو هاف تو بي، في بنلتيز عليك بنلتيز. طيب لو سالتكم سؤال which one is stable for the banks؟ انه البنك يحصل على وديعه جاريه ولا وديعه ولا تايم ديبوزيت؟ ديماند ديبوزيت ولا تايم ديبوزيت؟ يا شباب في حاجه اسمها الستيبل فاندنج، مصادر التمويل المستقر، يعني فيها استقرار. هل الديماند ديبوزيت هي مستقره ولا التايم ديبوزيت؟ And which one is preferable to the banks and why؟ لو في زول عنده اجابه، الافضل للبنوك انها تكون عندها وديعه جاريه ولا وديعه استثماريه؟ وليه؟ وضاعت تحت الطلب يا وفاء؟ بليز اكسبلين تو ليه؟ طبعا يا شباب الوديعه تحت الطلب انا بالنسبه لي ما استيبل زي التايم ديبوزيت، لانك انت في التايم ديبوزيت وديعه استثماريه. الديماند ديبوزيت قلنا ات اني تايم انت يو كان شنو؟ الديماند ديبوزيت ات اني تايم انت ممكن تسحب القروش حقك، بالتالي ما بالنسبه لي ما استيبل فاندنج. لكن التايم ديبوزيت ستيبل فاندنج، انا لو اخذت فور اكزامبل بقدر اعمل شنو؟ اعمل بلاننج او بروجكشن بشكل كويس، يعني تنبؤ ليه؟ ان انا ممكن افتح تمويل لسنه لانه اسدد الودائع بسنه. في حاجه اسمها الماتيوريتي ماتش يا شباب، انت البنوك دي قلنا عندها حاجتين، عندها ودائع وعندها لما تمسك الوديعه لازم الفترات بتاعت الوديعه الماتيوريتي بتاعت الوديعه يكون في ماتشنج بينه وبين الماتوريتي بتاعت اللونز، عشان لو حصلت اي وذدرو للديبوزيتس لازم اللونز تيجي راجع عشان نقدر ندي المودعين قروش، عشان ما تحصل لي حاجه اسمها الماتوريتي بس ماتش. ودي قاعد تحصل في البنوك كتير وقاعد تعمل كرايسيس باي ذا واي، تعمل ازمه بتاعت الوديعه. وديعه استثماريه بتقدر تدخل مشاريع بس ممتاز اذا التمويل مستمر. Time deposit is more preferable, yes, to the bank. Totally agree with you, Muhammad. إسراء لأنها تقعد أكثر بقدر تصل فيها الوقت. إسراء ما عرفت اللي بتقعد أكثر قصدي شنو؟ ضحى قالت ودي أسس مالية الأحسن، yes تمام. طيب يا شباب، لكن في حاجة، لو في زول عنده حساب جاري، لو في زول عنده حساب جاري، في زول قاعد يحصل على ارباح من حساب جاري في السودان على النظام الاسلامي، لو في زول خدت وديعه جاريه قاعد يحصل منها على حساب علي 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 فوائد على ارباح، معلش ما في فوائد مع الانترست وحرام ما حلال. هل في 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 زول عنده وديعه جاريه قاعد يحصل منها على ارباح ولا الا الوديعه الاستثماريه فقط اللي ممكن تحصل بينها على ارباح؟ إلا البنوك الربوية. طيب
لا ما في أرباح، يس تمام، يحصل أرباح بسيطة. ضحى جبت الكلام ده من وين؟ وليه؟ وكيف بيحصل؟ ما في كلام ده. طيب تمام. الشباب الاثنين اتكلموا عنه فعلا ما بيحصل على أرباح. يا شباب دي واحدة من عيوب البنوك الإسلامية. إنك أنت بتاخد قروشك وأنفرش الناس دي، البنك لما تستخدم أموالك دي في عمليات استثمارية هو بيجني أرباح منها وبتكون الكوست بتاعته زيرو. تصور أقل تكلفة تمويل الليلة في السودان ممكن تكون 12% و15%. وزي ما قلت لكم قبل، تدخل الكيس بتاع بنك الخرطوم او اي بنك من البنوك، لما مشيت بتلقى الوديعه الجاريه نسبتها كبيره، تصور الوديعه الجاريه نسبتها كبيره، البنك ما بيدفع فيها، بيدفع فيها زيرو زيرو كوست. وفي نفس الوقت لما تستغل القروش دي بياخد منها 12 ل 15، ممكن تكون اب تو 20% بروفيت مارجن. عشان كده واحده من الحاجات تغايت ناس الشريعه الاسلاميه والجماعه دي اللي قالوا ناس الرغابه الشرعيه، قال احنا نحاول نشوف حاجه تزيل الضرر او القبنة على الجماعه بتاع الودائع الجاريه. فقالوا انتم ممكن البنوك تديهم حاجه اسمها هبه او منحه. جايه من هبات. يعني يمنحوا الناس دي حاجه زي المنحه وحاجه زي. الوديعه الاستثماريه بتحصل على ارباح. طيب تمام ممتاز ممتاز صحيح، الوديعه الاستثماريه بتحصل على ارباح عاليه شنو، لكن الضمان ديبوزيت حسب نظامنا الاسلامي ما فيه ارباح، لكن برا بتدوخ ارباح. تصور لو انت مشيت اي دوله فيها نظام تقليدي وخدت قروشك في نظام في بنك تقليدي بيسموه كونفشنال بانك وترانزيشنال بانك، بتحصل على شنو؟ بتحصل على ارباح. Loans. What is loans? قال the term loan refer to the type of credit. هي credit يا شباب. Vehicles. In which some of the money is lent to the another party. In exchange for future repayments of the value of the principal amounts. طيب يا شباب. في loans دائما لما البنك يقدم قرض للعملاء، القرض بيكون بيتشكل من حاجتين اساسيات. الحاجة الأولى هو أصل المبلغ بتاع اللون، يسموه البرنسيبال. ناس الفاينانس بيعرفوا الكلام ده. لكن انت لما تشيل البرنسيبال ده بس، بعدين ما بيرجع لك البرنسيبال للبنك، بترجع لك البرنسيبال بلس الانترست حقته الفوائد. لكن خلينا نتكلم بلغه البانكينج سيكتور بتاعنا في السودان الاسلاميك بانك، نقول البرنسيبال بلس البروفيت مارجن هامش الربح. انا كنت في دوره في ابو ظبي، كان حاضرين معانا مسؤولين عدد من البنوك المركزية في خارج مصر شباب. البنوك المركزية في دول هو تابع للصندوق النقد الغربي، الدول العربية. فطبعا احنا السودان عشان تجربتنا اسلامية وقلة النظام المصرفي السوداني اسلامي وكذا. فعندنا واحد زميلنا كويتي والله ما في اي حاجة. كلام زي كلهم يقولوا بنك اسلامي لكن يتعاملوا بالربا. قلت له يا اخي كيف الكلام ده يا اخي؟ قال والله كله شغل صوري ساكت، ما في اي حاجه. طبعا يا شباب لو بس حبيت اديكم توضيح شويه، وان كان حوضح لكم في الفقره بتاعت الاسلاميك فاينانس، المين ديفرنس بين الاسلاميك فاينانس والنون اسلاميك فاينانس او الاسلاميك بانك والنون اسلاميك بانك او الاسلاميك بانك والكونفشنال بانك او الاسلاميك بانك والترانزيشنال بانك، انه ده بيسمح بالربا وده ما بيسمح بالربا. طيب الربا ده شنو ذاته؟ ده هو الانترست ريت يا شباب. وكلنا قاعدين نقرا قرايه الجماعه ديل في الكوربريت فاينانس او فاينانشال مانجمنت، بتلقى في الفاينانس دايما موجود كلمه الانترست. حتى الكوست اوف فاينانس الناس اللي قروا حاجه اسمها الويتد افريج كوست اوف كابيتال، بتلقوا الكوست بتاع الديت هي الانترست ريت. فهنا يا شباب البنك لما تمشي يقدم لون، اللون دي فكرتها انك انت ذا بانك بروفايد كريدت او بروفايد فاينانس تو ذا بارتس، على امل انه في المستقبل يرجع لهم القروش بتاعت الفيوتشر ريبيمنت، بتكون انكلود الحاجتين البرنسيبال والانترست. احنا قلنا البرنسيبال والبروفيت مارجن. صح كلام الكويتي. ما تخلينا ندخل في الكلام ده، الكيزات دي لسه قاعدين بنشوف. طيب معلش يا شباب، اذا عليك وفاء قالت الفائده، يا سلام الشيخ قال الكلام الكويتي صح،
في واحد الظاهر والله تمام ما في مشكله كلامك كويس صح وفي ممارسات خطا كثيره لكن استلم النظام الموجود في السودان الله يسلم كان in many cases the lenders also add interest or finance charges to principal which part of must repay in addition to the principal cost ان شاء الله البنك لما تقدم تمويل اكيد حيقدم for free اكيد حيقدم بشنو؟ بفوائد او بربح خلينا نستخدم كلمة ربح أحسن من كلمة فائدة. أكيد حيشيلوا بربح، فالمبلغ ده لما ترجع عليك المفروض يرجع عليك شنو؟ بأعلى ولا أقل؟ لو المبلغ أنت منحت اللون ب 50,000 والإنترنت ريت 10% حيرجع عليك المبلغ ده 55,000 ريال. طيب اللونز هي ذاتها بتختلف يا شباب عندي انواع للبوس اللونز may be for a specific one time amount or may be available as an open ended line of credit طيب الانديفيديوالز او الهاوس هولد دايما لما تمشي للبنوك بيمشوا ياخذوا one time amount لكن الشركات الكبيره يا شباب اللي عندها financial position limit دائما بيكون يا شباب عندها لاين اوف كريدت اوبن اندد لاين اوف كريدت على كيفها طبعا اللاين اوف كريدت بيكون محدد يا شباب مش على كيفها لكن ما محتاج تكون سبيسيفيكلي اور وان تايم بتكون ماني تايمز بيكون عنده ليميت حتى لو 50,000 دولار 100,000 دولار مليون دولار 50 مليون دولار في وزن اللاين اوف كريدت ده ممكن تشيله على ترانشيز على شرائح او تشيله كله واللونز اولسو ممكن نصنفها يا شباب لانها تكون سكيور وان سكيور وكوميرشال وبيرسونال طيب زول يوريني الفرق بين سكيور لون وان سكيور لون في زول عارف الفرق ما بين سكيور لون وان سكيور لون السؤال ده حيضاف له بعدين السؤال بتاع الفريق ما بين حنجربه في الفايده شباب طيب انا ما حروح عليه سؤال لكن ادوني بس الحاجه دي anyone know what is the difference between the secure and unsecure if you know please take that in chat طيب لو ما في زول كتب انا حرجع اقول سريع السكيور لون والانسكيور لون سكيور لون طيب ما في زول طيب سكيور لون لما تكون في لون عندها كولاترال في ضمان يعني البنك منحك تمويل لكن اخذ منك رهن مورتجيج فور اكزامبل اخذ منك عقار اخذ منك ارض المهم اخذ منك عربيه المهم اي حاجه مسموح بها في انها تتاخذ ازران از كولاترال اخذ منك انسكيور معناتها حاجه منحت لون لكن ما عندك مقابل شنو اي كولاترال ما في ضمانات ممكن يكون اللون دي تجاريه لمؤسسات كوربريت وممكن تكون بيرسونال اللون لافراد او اوكي loans can be secured or unsecured. Mortgage and cars are secured loans. طبعا حصل الأزمة المالية العالمية واحدة من الحاجات الأساسية اللي كانت فيها الأزمة المالية. لكن أمريكا تعتبر العالمية لأنها عملت سبريد لكل الأزمة دي لكل العالم الدول المتعاملة مع أمريكا كانت موجوده اصلا في الحته بتاعت الرهونات العقاريه وفي المورتجيج في السودان اب تو ناو ونحن مانعين البنك المركزي اب تو ناو هو حاضر تماما تمويل للعقارات والسيارات ما عدا بعض الاشياء المسموح بها العربات الكبيره والجرارات والكلام زي ده اول بيوت قلنا زي ما قلت لكم قبل في بدايه الورشه حقتنا دي البيوت الفئويه والسكن الشعبي إذا لما أقول أنا اديتك لون البنوك زمان لما كانت قبل 2014 أي زول داير له عربية ست الليلة لو فريش جراديويت عندك شوية قرشات كده بمرتب حلو
فطوالي بتمشي تقول لهم يا اخي تمشي للبنك التجاري شغال في البنوك. طبعا اغلبيه الموظفين هسه لو انت نفسي محط الناس يشتغلوا في البنوك طبعا دي بعد السنه كده تقريبا طوالي يسمح لهم انه ياخذوا تمويل من البنك طوالي بعد البنوك. لو انت مش شغال في البنك زمان كان بتمشي عادي بمرتبك وتدفع الداون بيمنت بتاعك المقدم وطوالي بتمشي تاخذ لك شنو؟ تاخذ لك عربيه من البنك تدفع بعد القروش على الاقساط. طبعا انا يزول بيشيل قروش بيشيل تمويل من البنوك في ظل تقلبات اقتصاديه مكسب للعميل اكثر من البنك. ليه؟ لانه التايم فاليو اوف ماني كل ما مره كان السودان بيحصل ديفالويشن للكرنسي اللوك الكرنسي حقتنا. فانت لما تشيل تمويل بالنسبه لك باللوك الكرنسي وحترجعه باللوك الكرنسي ده مكسب. الناس انك انت شلت تمويل بالدولار وحترجعه بالدولار انفورشنتلي انت مرتب بالجنيه السوداني حتكون عندك مشكله كبيره جدا رجع القروش دي. عشان كده انت من العملاء اللي حتكون متاثر لو شايل تمويل بالدولار والريبيمنت ان دولار والانفورشنتلي السورس بتاعك بالجنيه السوداني السورس بتاعك القروش بتاعتك بعدين انت عشان تسدد بيها التمويل. طيب as they are both سمونا الاثنين المورتجيج والكار لون او سكيور لون. البنك لما تديك تمويل للعربية لك العربية ده انا حرحانة باسمي انا باسم بنك الخط اشتريت بيت عن طريق البنك البنك يقول لك انا حرحانة عشان بعدين لو فشلت في السداد انا امشي اسجل البيت وابيعه. طيب الحصل في الازمة المالية العالمية كان في ناس عاملين كده ظهورات واخذوا تمويل من البنوك واخذوا بيوت وغيره فجأة كده اضطرب على الأمور. كان في فترة من الفترات حصل قفز في الأسعار بتاعت العقارات زادت زيادة خرافية لكن بعد ذلك طوال شنو الأسعار حصل شنو؟ العرض بقى كثير الناس بقت تشتري وتبيع تبيع وتشتري كده تبيع وتمشي تشتري عشان شنو تحصل على أكبر عدد من الفوائد. ليتر بقى المعروض كثير بالتالي حصل كل نفس في أسعار العقارات. فعلا الدولة الوحيدة اللي بقى تنقص فيها أسعار العقارات السودان لأن كان في الفترة الحالية دي في تدني في أسعار العقارات. فالحاجه دي يا شباب بتستخدم اسكولات عشان كده عندنا كلمه اللوز ممكن تكون سكيور وممكن تكون اسكول. لو عندي مورتجيج الرهن العقاري بسموه او عندي كار لون ده الاثنين ممكن شنو يا شباب ممكن يسمون باكت او سكيورد باي كولاتر. In this case the collateral is an asset which is a loan is taken out so the collateral for mortgage is the home while the vehicle is secure car. طبعا ممكن يكون عندنا هذا فورمز اوف كولاترال. في ناس بيحطوا اوراق ماليه على فكره از كولاترال بيحطوا اوراق ماليه يشتري مثلا شهامه اوراق ماليه بتاعت الحكومه دي يمشي يحطها كولاترال. الورق الماليه قابله للتسهيل ولا ما قابله للتسهيل؟ از ات موست ليكويد ولا ما موست ليكويد؟ يعني شنو ليكويد؟ يعني ممكن نحولها لكاش سريع يا شباب. كلمه ليكويد انا اي نو ذات عندكم تعدد كبير ما كنتوا عارفين الكلام ده لكن بس جست اي وانت تو الابروج للناس اللي ما تخصصهم اكاونتنج وفاينانس. لما تكون ليكويد معناتها هي قابله لانها تسيل سريع يا شباب. دي سورس او ممكن تحط لك اوراق اخرى اوراق ماليه او اسهم او سندات ممكن تكون كلها. طيب لو مشيت لاي بنك وانت طايق تطلب تمويل يا شباب احنا بدينا بالبروسس بتاع الديبوزيت بس تعرف تمشي لشنو العمليه بتاعت التمويل. في اي كومبونز اوف لونز عندي لها فور كومبونز زي ار سيفرال امبورتنت سيمز عندنا حاجه زي التيرمز اند كونديشنز. في شروط بيحطوها عليك ناس البنك وبيحطوها تتناقشوا فيها انتوا الطرفين البروس واللندرز. اللندرز ريبريزنتد باي بانكس والبروس ريبريزنتد باي كلاينتس اوف ذا بانكس. To determine the size of the loan and how quickly the borrowers can pay it back. مش عارف تكون فيها حاجات كثيره. اول حاجه يكون فيها
تاريخ بتاع العمليه، يكون فيها اسم البروس العميل، يكون فيها اسم اللندرس البنك، يكون فيها المبلغ، يكون فيها العمله بتاعت اللونز، يكون فيها البروفيت ماركت نقول احنا صار الاسلام او الانترناشونال لو كان كونفنشن كويس، يكون فيها في حاجه اسمها الافيلبل بيريود، التمويل المتاح لك لفتره محدده، بعد فتره محدده لو ما جه بيروح عليك بيكون كانسل. يعني قلت لهم درجه الله العربيه بقول لك يا زول خلال الشهر لو ما جيت الافيلبل بيريود جاست اونلي 1 مانث كويس. بيكون فيها حاجه اسمها الريبيمنت بيريود، بيكون فيها الريبيمنت طبعا ممكن يكون على الانستولمنت او ون اوف بوليت، يعني يكون مره واحده خلال نهايه الفتره بعد 3 سنين او كل سنه انت تدفع قسط بيسموها انستولمنت صح. بعد ذلك بيكون فيها فيز ادمنستريتيف فيز، البنك بيقول لك انا عندي رسوم اداريه يشيلها منك. بيكون فيها حاجه اسمها الديفولت شارج، لو انت تاخرت حندفع كده. بتكون فيها كولاترالز، الرهونات شنو، الضمان بتاعك شنو. فدي كل الكومبوننتس اللي تكون في تيرمز شيت يا شباب، في ورقه بتاع الشروط انت بتوقع عليها بينك وبين البنك انت كعميل. عشان كده اول كومبوننت بيكون في اللونز هو البرينسيبال. This is the real amount of money that is being borrowed. البنك مجرد بتخلي يقول لها العربية، العربية بيكم لي كده يا ولد يا بنت يا شباب، العربية بيكم لي كده لقيناها ب 10 دولار، معلش احنا كل الكرنسي بتاعتنا ما قاعد تتعامل بالدولار، احنا وي ار ان سودان ان اور فانكشن كرنسي هي اس دي جي سودانيز جنيه. طيب بالجنيه السوداني بالعاده كم بيساوي؟ 600 مليون او 6 مليون، المهم 6 مليار 6 مليار تمام. ال 6 مليار دي شعبي بنسميها البرنسيبل، انت العربية 6 مليار دي البرنسيبل، ده اصل الدين، ده انت اللي حتروح تدي للبنوك للطرف الثالث اللي اشتريت من العربية. عشان كده ذا اوريجينال اماونت اوف ذا ماني ذات از بينج بروميس. هديك مثلا 10,000 دولار اللي هي 6 مليون دي بالجنيه السوداني. طيب تمام، معلش اللون كيرس والله اللون سيريو، كل ما كانت فترته طويله كل ما زدنا لك البروفيت مارجن، كل ما كانت اقل كل ما قللنا شو البروفيت مارجن. يا شباب الانترست ريت بيزيد كل ما كانت الفتره طويله، كل ما قلت كل ما كان الانترست اقل. ليه؟ في زول يوريني ليه كل ما كان فتره طويله كان الانترست عالي وكل ما كان فتره قصيره الانترست مرتفع. وفي زول عارف بالله يذكر لي الكلام ده ويكتب لي في الشات. ودي بتكون متفق عليها ما بين العميل وبين البنك، الاثنين بيتفقوا عليها في التيم شيتس ورقه بتاعت الشغل. نمبر 3 يا شباب انا بتكلم لكم جنرال على ان الناس حاليا بروفيشنال بانك انترست ريت. The rate at which the amount of money owed increases. طبعا قلنا قبالك ان البنك بيديك المبلغ بتاع اصلا القرض 6 مليون جنيه سوداني، وهيدفعك 10% من ال 6 مليون اللي هي 600,000 جنيه سوداني. ال 600,000 جنيه سوداني شباب دي بيسموها انترست ريت، وال 600,000 دي هتكون بير شنو يا شباب؟ بيرئيا. مفروض لخمس سنوات، اذا كان بدها خمس سنوات هتدفع 600 في 5 6 في 5 بكم؟ ب 3 مليار. يعني قيمه العربيه دي حتكون عباره عن 6 مليار زائد 3 مليار، قيمه العربيه حتكون 6 مليار الكوست بتاعها كوست اوف فاينانس. طيب value of money single interest rate compound interest rate تضخم. التضخم صحيح يا مصطفى، لكن التضخم واحد من الحاجات اللي ممكن تأثر على الانترست، لكن هنا في حاجة أشرح. لو ربطناها من الحتة بتاعت الريسك المخاطر اللي ممكن يواجهها البنك، لو كل ما كانت التمويل
فترة طويلة كل ما كان مخاطر تحسن العميل كبيرة. وهي منا ذكر مصطفى قال كل ما طول الفترة المخاطر بيزيد. يا سلام عليك يا غادة، صحيح كل ما طالت الفترة كل ما ضبط المخاطر يا شباب. بالتالي المخاطر بيزيد بالعوامل الاقتصادية يا مصطفى، فعلا التضخم واحد من العوامل، الاكسشينج ريت لو حصل تدهور العملة المحلية، عشان الفائدة هي سعر الزمن، فترة برضو تمام بتغلي القيمة الزمنية النقود. تمام الناس تتكلم برضو عن تايم فاليو اوف ماني، كلام سليم كلام سليم. بس طيب الانترست ريت يا شباب قلنا هو دائما بيكون بيرنام انيوال انترست ريت، يعني 600 الف جنيه قلنا لكم بتعمل 3 مليار بعدين، دي حاجه ما هي حاجه كبيره. عندنا اللون بيمنت اماونت، طبعا الاماونت اوف ماني ذات ماست بي بيد افري مانث اور ويك ان اوردر تو ساتسفاي ذا تيرم اوف، طبعا دي البيمنت العميل كل مره المفروض يسدد جزء من المبلغ اذا كان شغال بنظام شنو؟ بنظام الاقساط. لكن لو شغال بدفعيه واحده الناس برضه الدفعيه الواحده بيكون الانترست عليها كتير. ليه؟ لانه برضه المخاطر بتزيد. عشان كده البنوك كلها بتفضل التمويل بالاقساط، انه العمليات تتم بالاقساط ما ينتظروا لحد نهايه فتره التمويل. طيب ده السؤال المهم اللي بيدخلنا في العمليه بتاعت التمويل، انه البانكينج والتمويل عندهم علاقه. هو getting a loan، منو راح ياخذ اللون؟ هل اي دور ممكن ياخذ لون يا شباب؟ ممكن اي دور ياخذ لون؟ ممتاز السؤال يا شباب. في 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 requirement محدده عشان انت تاخذ اللون. نفترض انت فاتح معي حساب، انا معناته خلاص هديك لون؟ انا ما بديك لون، انت من اول حاجه. طيب يا شباب في نظام حاجه اسمها الكي واي سي، anyone know what is كي واي سي؟ anyone know what is كي واي سي stands for؟ في ذول عارف شنو يعني كي واي سي؟ يس تمام، نو يور كاستمر، اكسلنت محمد علاء سمر. يا شباب نو يور كاستمر ليه احنا بنعمل نو يور كاستمر؟ ليه بنعمل تشيك؟ واي ذا بانك ريكويستد تو تشيك؟ زي هاف تو نو who you are before to start to providing loans to the to their clients. ليه البنوك محتاجه تعمل كي واي سي؟ يا شباب لانه احنا عندنا حاجات اساسيه، انه بعض العملاء يستخدموا الاموال بتاعت التمويل عشان يمولوا بها العمليات الارهابيه او يعملوا بها الانشطه المحرمه زي الدراكس، زي ال الحاجات اللي عموما محرمه والمهم عندها مخاطر كبيره على البني ادمين. فانت لازم تعرف، لكن المين 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 اوبجكتيفز في كي واي سي نو يور كاستمر، انك انت يو هاف تو اندرستاند اند تو نو هو از يور كاستمر in order to provide a loan to this customer. إذا who is qualified؟ ولا حاجة لازم يا شباب عند الـ prospective borrowers need to show that. بعد ما نعرف إنه هو عميل جيد ما عنده مشكلة، ما مول الإرهاب، ما وجود في الغرائب بتاعت ناس الفاتب، عندنا حاجة اسمها ناس أمريكا عندهم لستة. جرب دخلت الحاجات الإرهابية دي تمويل الإرهاب والكلام ده. ناس امريكا خدت لسته مثلا، والله يا اخي البشير ده، البشير ده اسمه انا يا شباب ما عمر البشير، البشير ده اسمه البشير ده، والله يا شباب هو من الناس اللي قاعدين يمولوا الارهاب في البلاك ليست
لما تيجي تعمل كيف تتعامل مع البشير ده ويصير لك بلاك ليست، انت طوالي هتدي شنو؟ هتدي سيجنال لناسك انه يا اخي زول ده ما تتعاملوا معاه لانه هو بلاك ليست او مصمت من الناس الممولين لعمليات الارهاب، فجر السفاره بتاعت نيروبي ولا كينيا ولا غيره الكلام ده. فاذا يا شباب انت يو هاف تو فيرست انك تعرف انك انت زول ده هو ما ممول الارهاب، ما بياخذ اشرطه محظوره، ما كده ما كده. طبعا في حاجه ثانيه، في حاجه اسمها البوليتيكالي بيب. بيب البيب يا شباب ستاند فور بوليتيكالي اكسبوز بيرسون، دي الناس اللي بيكونوا سياسيين. طبعا بعض البنوك بتحاول تتفادى تتعامل مع السياسيين، لكن عندنا في دول العالم الثالث انت لو انت عملت مع السياسي ده تحديدا لو بقى هو من الحزب الحاكم مطاطك بتصبح هنا، لانه اغلبيه التمويل اللي قاعدين يشيلوه يا شباب مقبل قلت لكم الحكومه والناس اللي ريليتد للحكومه ما في دول قاعد يستفيد. عشان كده هو is qualifying، هو is getting a loan. قلنا لازم البروس بعد ال know your customer، لازم نتأكد من الability of the financial discipline to repay the lenders. طيب يا شباب أنا لو أسي أنت شركة X، أنت شركة وجدني على بنك غير أديك تمويل، تفتكر مطلوب منك شنو عشان تقدم لي أنا كبنك عشان أقدر أديك تمويل؟ اوكي هو الخطوه بتعملها لي بتقول لي يا اخي انا داير تمويل للاغراض 1 2 3، انت اورد عندك نشاط غايب ما مشروع جديد عشان تجيب لي في زبيله تستضيف، فبتقوم توريني نشاطك شنو. انت الشركه اوريدي ريجستكس عندها رقم ضريبي مسجله في مسجل التجاري، فبالتالي نو نيد ان احنا شنو انه نحن يعني محتاجين منك لفيزيبل تستضيف، وانت اوريدي عندنا جود ريليشنشيب بين الشركه والبنك. البنك بيقوم الشركه بتقوم تقدم الفاينانشال بوزيشنز حقتها، البنك بيطلب من الشركات انه لازم تديني غلاء ماليه لاتليست لكم يا شباب لثلاث سنوات سابقا. ليه؟ عشان تيجي تعمل حاجه اسمها الفاينانشال اناليسيس تحليل مالي على الغرائم الماليه، تتأكد من قدرة الشركة على الإيفاء بالتزاماتها. والإيفاء بالالتزام هي المقصود شنو؟ اللون اللي أنت أخذتها من البنك. لو ما عندك أنا من خلال الفاينانشال بوزيشنز بتاعتك لثلاث سنوات بتأكد إنك أنت عندك جود فاينانشال بوزيشن، عندك الكريتور نيس ساوند، بالتالي أنا أقدر أديك تمويل لأنك أنت بيز على الفاينانشال انفورميشن. طيب يا شباب فاينانشال ستيتمنتس هل هي المفروض تكون أوديتد فاينانشال ستيتمنت أند قرآن أوديتد؟ يعني شنو في مراجع قانوني راجعه ولا ما في؟ وليه نحن دائما بنفضل القوائم الماليه المراجعه؟ تمام 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 ممتاز ممتاز. في حاجه اسمها audited financial statement والان audited financial statement. Do you know what is the difference between them and which one is better for the banks, the audited financial statement or an audited financial statement and why؟ علي نحن عندنا بريك ولا ما عندنا بريك؟ معلش مزاني عندنا بريك ولا ما في بريك؟ علي ايوه عندنا بريك احنا ولا ما عندنا بريك يعني؟ انت خلصت ولا لسه؟ لا لا ما خلصت انا. والله شوف انت لو داير بريك ممكن لا ممكن نخلص اكبر نخلص ممكن بعد اخلص طوالي عشان نفتح الباب لانه باقي زمن. تمام شوف انا يعني تمام للتاكد من صحه المعلومات الوارده فيها الغالب انها بتوضح الموقف المالي للشركه. طيب يا شباب نحن انفر شيء انا دائما بعكس لكم حاجه الوضع في السودان. القوائم الماليه في ثلاثه انواع من القوائم الماليه في السودان. مراجعين بقت ما عندهم ذمه، لو في زول شغال مع اوديت فير قول لهم الكلام ده. في ناس ما عندهم للاسف ما عندهم اخلاق، انا ما بقول ذمه ماليه لكن ما عندهم اخلاق. وبيطلعوا القوائم الماليه حسب الجهه الطالبه. للملاك يطلعوا الغوائم الحقيقيه.
للضرائب بيطلعوا القوائم الفيك ما حقيقية، وفي قوائم ثانية بتمشي للبنوك برضه يظبطوها براها عشان توري البنك انك انت موقفك المالي جيد واديني تمويل وانا ما عندي مشكلة. اذا استيل المشكلة موجودة يا شباب، لكن البنوك ذاتها عندها واحدة من الحاجات الأساسية في البنوك، فالبنوك للأسف هي قادرة تماما تقدر تكتشف التلاعب بتاع المؤسسات على الفكرة. عشان كده يا شباب انت ما بتخلي البنك بس يقدم لك شنو قوائم مالية وتكتفي بهذا القدر، البنك لازم يعمل حاجة اسمها الديو ديليجنس، يعمل زيارة ميدانية عادية للعميل اللي حدد. انت ممكن تكون شركة مسجلة لكن ما عندك مكان، طيب انت ما عندك مكان وقلت عندك نشاط، مفترض نشاطك ده بتنتج، عندك مصنع بتنتج، انا داير اتاكد انه مصنع يكون شغال، اتاكد انه عندك ناس موظفين شغالين معاك. يا شباب في حاجه اسمها البروسيس الثاني بعد ما تعمل الكي واي سي وتعمل الاس الاولي المبدئي، المفروض طوالي تمشي تعمل حاجه اسمها الديو ديليجنس، تمشي للزول ده في مكانه. الكلام ده بس ما بيكتفي بانه الشركه موجوده يا شباب، حتى الحاجات اللي بعدين المفروض لو عنده عقار حيرحلوا لك لازم تمشي تتاكد منه. وعندنا كيسز كثيره، حتى في شكاوى كان بتجي تورد للبنك المركزي، بتذكر واحده من الكيسز نصور شركه اخذت تمويل من بنك من البنوك وقامت رحلت، ليش نصوره؟ بيت زول ثاني وبيت في حته ما هينه، حته على مستوى عالي جاردن سيتي، وبل ما بيت زول عادي، بيت زول وكيل وزاره. تصور الكلام ده، شوف الفساد والتدليس والقش والاحتيال وصل لمرحلة إنك تأخذ تمويل من بنك وتمشي مرحلة قضاء تقدر تغير في المستندات دي كلها وتحل لك قضاء شخص آخر. لما جينا تحققنا من الكلام ده لقينا إنه البنك أصلاً ما مش عمل حاجة اسمها ديو ديليجنس، ما عمل زيارة، ولو عملت زيارة ما بذلت العناية المهنية الكافية اللي بتخليك انت تعرف ان البيت ده مملوك للشركة دي ولا مو، ببساطة مش ده بيت دق الباب يا اخوانا الساكنين، البيت ده حق منو؟ حق شركة اكس ولا حق فلان؟ فلازم تعرف الكلام ده يا شباب. عشان كده الناس اللي بيكونوا هم ماشيين يشتغلوا في الحتة بتاعت الكوربريت في البنوك التجارية، ولازم يكون عندهم المهارات اللازمة في إنه يقدروا يكتشفوا شنو المهارات المطلوبة في الحتة بتاعت الديو ديليجنس. ما داري أقول لكم المفروض يكون عندك بس حس، حتى الحس الأمني ده العادة ده، أو حس إنك تقدر تتحقق من الحاجة دي حقك العميل بتاعك ده ما حقك، ودي أنت تقدر تعرفها من خلال الإكسبيرينس، من خلال المعرفة اللي أنت بتتلقاها سواء كانت من كورسي، سواء كانت من ووركشوب، سواء كانت من جامعة، سواء كانت حتى من معلومات channel information. الحاجة الثانية ده إن شوف الإنكم بتاع البرامس for large loans. يا شباب لما العميل يأخذ large loans شوف الإنكم حقه. lenders may require certain income restriction. البنك يقول لك انت لو ما عندك دخل بمستوى محدد انا ما بديك، لانك انت بعدين ممكن ما تحقق اللي ما ترجع لي القروش دي. زي ما ensuring that the borrowers will have no trouble making payments. يا شباب عندنا حاجه اسمها الكريدت سكور، وعندنا في حاجه مضاعف، شكرا لك تحليل نسبه الربحيه، قال تحليل نسبه الاستثمار، يا سلام عليك. طالما عندها سمعة ومكانة ده بيبقى كي واي سي، ومكانة ده بيبقى كي واي سي، بس الله يسمع الحين تحليل السيولة الشيخ ده. طيب ممتاز ممتاز، النسب دي كلها يا شباب عندنا حاجة اسمها الليكويديتي ريشيو، عندنا الاكتيفيتي ريشيو، عندنا حاجة اسمها البروفيتابيلتي ريشيو، عندنا حاجة اسمها الانفستمنت ريشيو، وعندنا حاجة اسمها السولفنسي ريشيو. ممتاز. السؤال بتاعي anyone know what is the credit agency, anyone know about the credit agency, credit agency, credit rating agencies,
وكالات التصنيف الائتماني، في زول بيعرف عنها؟ في 3 famous or most common credit rated agency، credit rating agency، ودي بتصنف الدول وبتصنف المؤسسات يا شباب. Anyone know؟ اديني example فيها. موديس، موديس، يس موديس. تاني غير موديس يا شباب. طيب انا احنا طبعا في السودان ما متاح علينا، في عندنا ثلاثة انواع في الكريت ريتنج ايجنسي، في موديس ونشوف في اجابه جات لي ثاني مار ويترز، لكن في حاجه اسمها ستاندر اند مود، في حاجه اسمها فيتش، هم ثلاثة وكالات محتمدة. كل مكان التصنيف جاي منها هي، كل ما الناس شنو بتعتمد على تصنيف، لأنه هم ناس عندهم اكسبيرينس وعندهم طريقة متميزة في عملية التصنيف. يا شباب دول بيصنفوا الدول، بوريك شنو الدولة المفلسة والدولة اللي عندها قروش والدولة اللي عندها فانس والدولة اللي عندها ريسورسز والدولة اللي عندها موقف مالي جيد وعندها عملات صعبة موجودة وعندها فايض من الفوركنسي. عشان كده انت بتعمل حاجتين، لو المؤسسه اللي انت حتمنحها تمويل، الكلام ده احنا بعيد علينا يا شباب، نحن لحد الليله ما عندنا الدوله نفسها، السودان ما مصنف دوليا، ما مصنف، ما عنده كريدت ريتنج على فكره. واحد هو ذاته يصنف ليه؟ لانه اوريدي حتكون دوله مفلسه، لو جات تصنفونا ما حيكون عندنا ار ريتنج ذاته، ما حيكون لها ريتنج. اثنين ما عندنا اي مؤسسة في السودان، أكبر المؤسسات لو أخذت شركة دال ما مصنف، لو أخذت كل البنوك ما مصنفة انترناشونال. طيب ممكن نعمل انترنال ريتنج، ممكن نعمل انترنال ريتنج، واي نوت بيكون ديفلوب انترنال ريتنج، وممكن نستخدم الانترنال ريتنج في البنوك عشان تقدر تحدد العميل ده إنه عنده كريدت ريتنج، عنده كريدت ورمس ولا ما عنده، عنده يعني ملاءة مالية جيدة ولا ما عنده. فعشان كده بتعمل حاجة اسمها كريدت سكور، لو عنده هاي كريدت سكور ممكن تمنحه تمويل لمخاطر أقل. لو كان عنده لو سكور معناته المخاطر بتاعته شنو؟ عالي. عندنا واحده من الحاجات بنجيب الديت تو انكم ريشيو. In addition to the once income, lenders also check the borrower's credit history to check how many active loans they have at the same time. طيب يا شباب، في بعض البنوك بتمشي تشوف العميل ده القوائم الماليه بتاعت العميل، تتاكد من انه عنده تمويل قبل كده ممنوح ليهم ومؤسسات ثانيه شبيهه. بيشوف التراك ريكوردز، هل البنك ده قاعد يرجع القروش دي ولا ما قاعد يرجع؟ لو قاعد يرجع معناته عنده جود تراك ريكوردز، لو ما قاعد يرجع يا شباب معناته شنو؟ عنده باد تراك ريكوردز. الحاله دي يا شباب معروف البنك يكون عنده شنو؟ عنده معلومات عن عمليات العميل. طيب الكلام ده كله عملناه ليش في البنوك؟ عملناه عشان نتاكد من انه اي عمليه بتاعت تمويل بتمنح بواسطه البنوك انه بعدين شنو ما يكون في مخاطر بتاع التعسف او مخاطر عدم سداد يا شباب. ريسك اوف ديفولت، اللغه دي لكن مستخدمه دائما في السودان كلمه التعسف. تعرف شنو يعني تعسف؟ ما هو التعسف؟ عدم القدرة على السداد، التعسر عن السداد، ممتاز، تخلف عن السداد، يعني ده كلمات إضافية تدوني مترادفات، ما تدوني نفس الكلمة أنا قلتها. توقف عن السداد. ممتاز. Individuals borrowers carry a risk of default known as credit risk، مخاطر ائتماني شباب. هو نسميها هنا في السودان مخاطر تمويل. That is the risk that they might not be able to repay the amount of money they borrow. Savers on the other hands. طيب يا شباب لو البنك بقت عندهم خطر تعسر عاليه، المودعين بيخافوا. ليه بيخافوا؟ بيقولوا البنك ده كل ما كان التعسر عالي كل ما بقت عندهم خطر بتاعتهم ما حيرد عليه قروشنا. فعشان كده نلاحظ له هسه في زول عارف اي تعسر، التعسر البنوك السودانيه كم؟ التعسر في البنوك كم؟ التعسر من بنك لبنك بيختلف. عشان كده السيفرز on the other hand wish to minimize the risk. And they refer the money to be safe. يا شباب اي عميل بياخد قروشه في البنك بيتاكد ان البنك ده بيرجع يكتب الناس زي ما زي البنوك، البنوك مش بتعمل تشيك للفرد او للشركه عشان تديها تمويل. انت لما تمشي تاخد قروشك دي في بنك تتاكد ان البنك ده عنده فاينانشال بوزيشن كويس
عشان لما تمشي تقول لي احنا القروشيه يديك ليها ما يقول لك انا اوكي فانت لازم تعمل الحاجه دي. عشان كده المودعين يا شباب بطريقه ما يخرقوا دائما البنك المركزي بيلزم البنوك بانما تتصرف كل اموال المودعين وتحتفظ بجزء من المبالغ بتاعت المودعين كاحتياطي قانوني ليجال ريزيرف. طيب عشان نقلل المخاطر دي تفتكروا شنو الوسائل اللي بنستخدمها طيب يا شباب على مستوى البنوك البانكس كان من مايند ذا ريسك اوف انديفيديوال لونز باي. طبعا واحده من الحاجات دائما اي زول فيكم ممكن يقول لي يا استاذ والله عشان نقلل المخاطر بتاعت البنوك عندنا حاجه اسمها الدايفرسيفيكيشن تنويع تنوع ما نستخدم في قطاع واحد. القطاع الواحد ده لو وقع بكره حيأثر على البنك. عشان كده يا شباب لما تمشي البنك المركزي قاعد يحدد نسبه التمويل القطاعي للبنوك ويقول لهم لما تيجي تمول القطاع الزراعي ما يتجاوز كده وما يتجاوز كده وما يتجاوز كده. فانت افضل حاجه للبنك عشان يتفادى الحته بتاعه التعسر ينوع الاستثمارات بتاعته عشان تقدر تعمل بولينج للريسك. اذا كان في بروجكت انفستمنت خطره عاليه كلمة البولينج دي يا شباب لما تيجي كله تحطهم في حتة واحدة المخاطر عالية ممكن يحصل لها ابزوربشن بالمخاطر أقل. فلما تيجي تشوف الاوفرول ريسك ممكن تلقاها بدل كانت عالية لـ A و B أقل و C ميديوم و D لو ممكن الهاي بتاعك زاد شنو لو يكون ميديوم يعني يحصل لها بولينج. الحتة الثانية شو يا شباب؟ في حاجه اسمها السكريننج اند مونيتورنج بروسس. في حاجات احنا عملناها قبل ما ندي العميل، في حاجات بنعملها قبل العمليه بتاعت منح التمويل، في حاجات بعد منح التمويل. لما تمنح التمويل قبل ما تمنح التمويل بتمشي تعمل الكي واي سي، بتتاكد من القوائم الماليه، بتعمل الديو ديليجنس. نفترض خلاص انت ابروف الترانزاكشن دي. حتى في اي بنك يا شباب بتكون في حاجه اسمها الكريديت كوميتي لجنة الائتمان. عشان تيجي تمنح تمويل للعميل لازم اللجنة تجتمع ونتأكد من انه كل التقارير بتأكد انه العميل ده ما حيتعسر وبالتالي نحن المفروض نمنح التمويل. طيب بعد ما تمنح التمويل لازم تكون في حاجة اسمها السكرينينج عن مونيتورينج. كل مرة تتأكد تتعاين له وما تخليه على كيفه. عشان ما يخشك بعدين ممكن يكون هو عنده انتشن انه بعدين ما داري يسدد. فلازم تعمل مونيتورينج تقول له كل سنه ترسل لي الغايه الماليه بتاعتك. او تقول له يا دول هولدنج كابيتال اند ريزيرف از ا بفر فور ان اكسبكتد لوس. تقول له يا اخي عندنا حاجه اسمها الفاينانشال كوفيننتس. تطلب من اي مؤسسه تقول له يا اخي لازم يكون راس مالك ما يتجاوز ما لا يقل راس مالك عن 100,000 دولار. لو قل عن 100,000 دولار انا ما حاديك كل الاقساط بتاعت التمويل. فيا شباب لازم المؤسسات تستخدم ادوات عشان تقلل بيها شنو؟ يا سلام زياره ميدانيه هي اسمها ديو ديليجنس. شكرا يا انسان. يوازن بين السيوله والربحيه، تنويع الاستثمارات، محفظه ماليه، تحليل وضبط الانفاق. افضل بنك ما بقدر افصح ليك افضل بنك معدلات التعسكر عنده بسيطه. يس يا رايت اذا كان ده سؤال انا ما اقدر اقول لك البنك اللي عنده ما مسموح لنا باحصاء عنها. شكرا. طيب تمام. لو ما في سؤال عنده اضافه بالجزئيه دي لو ما عندكم اضافه انا همشي للخطوه الجايه بتاعه الاسلاميك بانكس. الاسلاميك بانكس احنا يا شباب السكشن ده تحديدا انا حاولت ادخل اليوم هنا في الحته بتاعت البانكينج والتمويل البنوك الجمر البنوك الاسلاميه والبنوك التقليديه. الحاجه دي انا تكلمت عنها جنرالي واخذت الصوره الاسلاميك بانكس لانه نحن المفروض نتكلم عنه لانه نحن في ظروفنا حاليا. حتى لو كلام الكويتي صح لازم نتكلم عن الاسلاميك بانكس. طيب يا شباب الفرق ما بين البنوك التقليديه والاسلاميه is well known that the interest based banks accept deposits of the different maturities, paying different rates of interest on the different kind of deposits. لاحظتوا كلمة interest rate مشت مع شنو؟
مع البنوك التقليدية أو سموها interest based. البنوك الإسلامية بسموها free based أو interest free tax. interest rate based أو based interest rate دي البنوك التقليدية، والبنك البنوك الإسلامية بسموها interest free. ما في interest free. لاحظت البنوك التقليدية بتدفع الانترست ريت لكل الودائع، ودائع عجارية ولا ودائع ادخارية ودائع استثمار. الإسلامي بقى دو نوت اي انترست او دوت، ما بيدفع اي انترست على شيء، على الانترست لكن بيدفع شيء على الاستثمار. طيب في البنوك الإسلامية السورس اوف فند الإسلامي باس. الإسلاميك بانكس يا شباب operate different kind of deposit is described below. عندي حاجة اسمها current account زي ما شرحت عليكم في الإيميل. على فكرة عندنا ناس لما جو الناس الحكومة السابقة عملوا النظام الإسلامي في السودان في التسعينات، التسعينات أنتم عارف في جزء فيكم بيكون موجود. عندنا واحد في البنك المركزي لما جو قال لنا دايرين نعمل إسلاميك بانكس، هو من الناس القدامى زول خبير في الجهاز المصرفي، فقال لهم يا اخي البانكينج از بانكينج، البنوك هي البنوك، النظام المصرفي ده النظام المصرفي. قال لهم شوف لكم حاجه موضوع الربا بس، لكن كده بتاثر على شنو؟ على البانكينج سيستم. اسي كلمه كرنت اكاونت عندنا هنا كرنت اكاونت، وفي البنوك التقليديه كرنت اكاونت. المختلف فيها ان البنوك التقليديه بتديك على كرنت اكاونت انترست ريت، وفي البنوك الاسلاميه ما في انترست ريت، بس عندهم سيفنج اكاونت، عندهم سيفنج اكاونت، لكن التايم ديبوزيت هناك يا شباب. البنك الاسلامي قائم على حاجه اسمها بروفيت لوس شيرنج، المشاركه في الربح والخساره. لو انت عندك وديعه استثماريه انت متوقع منها ارباح صح؟ لو ما جابت ربح معناتها في خساره. في الحالة دي البنك الإسلامي يحق له حسب الشريعة الإسلامية إنه أنت تتشارك معهم الخسائر، ما حشيل الخسائر برا. شفت الفكرة؟ سؤال بيطرح نفسه لو سألته كل هنا، لو كان هسه عندك خيارين تو أوبشن، في بنك تقليدي وفي بنك إسلامي، which is preferable to you؟ هل تتعامل مع البنك التقليدي ولا البنك الإسلامي؟ وليه؟ طيب ممتاز، البنك الإسلامي البنوك الإسلامية مطبقة طريقة صحيحة في السودان، عشان كده في مشاكل كثيرة. ما مطبقة ولا مطبقة؟ ما مطبقة. يس تمام زيارة ميدانية تمام. طيب الصيغ، انا اتكلمت لكم طلب لي عن البنوك بتستخدم المصادر بتاعت الديبوزيت دي او السيفرز مع فانس استخدمها في عمليات التمويل، لكن يا شباب هنا في البنوك الاسلاميه بتستخدمها في تمويل، لكن التمويل بيكون عندنا الصيغ يسموها المودز او البرودكتس. اسلاميك فاينانس برودكتس، اسلاميك فاينانسينج تكنيكس اون ذا يوز اوف فاند سايد اوف ذا بالانس شيت mark a more significant departures for the traditional bank. This is mainly because of شنو يا شباب؟ prohibited of interest rates. prohibition of interest rates. بيحرم البنك الإسلامي بيحرم شنو؟ الربا. الانترست ريت طبعا بيبقى صعب. طيب عندنا صيغ كثيرة جدا جدا في الإسلاميك بانكس. التمويل بيمنع حسب الصيغة بتاعته، حسب المنتج. لكن الماجوريتي المستخدم في القطاع المصرفي السوداني هي صيغة المرابحة. مرابحة. وعندنا صيغة اسمها المضاربة. وعندنا صيغة اسمها المشاركة. وعندنا صيغة اسمها الإيجار. وعندنا صيغة اسمها الاستصناع. وعندنا صيغة اسمها التورغ، لكن التورغ ده هنا نحن في السودان ما مسموح به، مسموح به في ماليزيا. الصيغ دي يا شباب بنستخدم، كل البنوك الإسلامية بتستخدم الصيغ دي.
لكن الطريقة الأكثر المستخدمة الأكثر استخداما هي طريقة المرابحة أو صيغة المرابحة. ليه؟ لأن المخاطر بتاعتها أقل والأرباح بتاعتها شنو؟ عالية. البنوك they prefer the type this type of notes مرابحة. طيب يا شباب، أنا معاكم حاولت أجيب لكم نموذج عملي لبنك تقليدي وبنك إسلامي، وبس حاجب لكم ناسي ما حابدأ بالبنك التقليدي، البنك الربوي. طيب الجماعة هنا لو معانا شيوخ هنا نقول لهم البنك الربوي، لما معانا شيوخ ما حنقول البنك الربوي، حقول شنو؟ حقول البنك التقليدي. طيب البنك التقليدي قلنا هو البنك اللي بيقبل شنو؟ انترست أسيتس. طبعا دي شكل البالانس شيت للناس اللي بيعرفوا الفاينانشال بوزيشن، الناس اللي قروا محاسبه او حتى ايفن اداره او اقتصاد، ناس اقتصاد غايته كان بيقروا في سنه اولى محاسبه بدون مبادئ محاسبه ماليه. فعموما لو ما قريت انت بعدين لو اشتغلت في قطاع مصرفي انت لازم تسترجع على اقول للشباب خريجين من مختلف التخصصات يا شباب، حتى عندنا في 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 بيزنس الخرطوم ده عندنا خريجين بتاع المانجمنت يمشي بعدين يشتغلوا شغل بتاع المحاسبه. يقول لي ليش اشتغلت في المحاسبة؟ يقول لك والله ما لقيت شغل. عشان تعرف التخصص بتاع المحاسبة تخصص مقبول في السوق، ما عشان أنا محاسب ولا يا شباب، عشان هو مقبول في السوق بشكل أساسي يعني. anyway لاحظوا ده البنك التقليدي، البنك التقليدي اللي خد الأصول. على فكرة إحنا هنا في البنوك الإسلامية الـ presentation of balance sheet بيختلف عن الـ presentation الموجود في البنوك التقليدية. البنوك التقليدية بتتبنى المعايير الانترناشونال فاينانشال ريبورتنج ستاندرز، بنقول عليها الاي اف ار اس، انا هي الاي اف ار اس او افريس. اي بنك طبعا بيبدا فروم ذا موست ليكويد تو ريليس ليكويد، الكاش الكاش ايكويفالنت الانفستمنت سيكيورتيز. لاحظ هنا أنا إحنا عندنا مرابحة ومشاركة ومضاربة، هنا سمى لك لون أنا أضمانس استشنو تقصد. أوكي؟ ده شكل القوائم المالية الموجودة في البنوك. البنوك يا شباب المين بورشن. أنا ما أعرف أخذت لكم بنك تقليدي، لكن المفروض تكون نسبة اللوس أعلى نسبة، ونسبة الوداع هي أعلى نسبة. لاحظتوا البنك معتمد اعتماد كلي التوتال إيكويتي أند لايبيليتي 7 مليون. المبلغ بتاع اللايبيلتيز براه يساوي 7 مليون، والمبلغ هنا بتاع الايكوتي 427. لاحظتوا اغلبيه البنوك حتى ايفن في السودان بتلقى نسبه اللايبيلتي سايد بيمثل 90% من اجمالي الموارد بتاعت البنك، بيكون نسبه الايكوتي حاجه بسيطه. دي قائمه الدخل لبنك تقليدي، والبنك التقليدي اللي تحت لو لاحظوا لما محقق شنو؟ خساره. البنك التقليدي بسموه conventional bank. لو لاحظتوا اول حاجه موجوده فوق في البنك موجوده شنو؟ interest income، صحيح؟ ده معناته مجرد ما تلقى كلمه interest income معناته البنك ده طوال بنك تقليدي ما بنك اسلامي. دي الانترست انكم اللي بياخدها من عمليات التمويل، ودي الانترست اكسبنس اللي بيدفعها المدائن، وده النت. البنك الاسلامي ما فيه الكلام ده يا شباب، ما فيه انترست انكم، بتلقوا طوال شنو؟ ريفينيو فروم مرابحه فروم مضاربه فروم مشاركه او دخل انكم فروم كده. ده البنك الاسلامي. البنك الاسلامي ما اعرف الصوره واضحه شديد يا شباب، خلينا دي الحاجه الوحيده. لو لاحظتوا هنا في نمبر 3 للناس اللي عيونهم سمحه يقدروا يشوفوا اسلاميك فاينانس هنا في الكيس، لو واضح لكم في حاجه اسلاميك فاينانس ان انفستنج اسيتس، يعني دي اللون بتاعته سماها اسلاميك فاينانس عديم، ما زي ما موجوده في البنك التقليدي بسميها شنو يا شباب؟ بسميها اللونز عن ادفانسز فروم كاستمر. اذا يا شباب حتى البرزنتيشنز اور ذا بالانس شيت اور فاينانشال بوزيشن ات از ديفرنت يا شباب. احنا البنوك الاسلاميه هنا ما ملتزمه بتطبيق المعايير
المعايير المحاسبة الدولية. يعني إحنا بنتبنى معايير محاسبة إسلامية سمة، حتى المحاسبة مصادرة من حاجة سمة الأيوفي موجود في البحرين، مملكة البحرين. طيب جزئية أخيرة، أنا ما عندي مانع مع ناس ريسيرش مؤسسة الباحثين السودانيين، ما عندي مانع إنه نعمل إكستنشن للمحاضرة دي في أي وقت من الأوقات، لأنه في موضوعات كثيرة محتاجة للإلابوريشن، تحديدا الصيغ بتاعة التمويل، مرابحة على شنو مرابحة، مشاركة ومقاربة وكده، لأنه تلقاها كثير في زول جميل برضه سأل من التريد فاينانس، فنحن لكن كده نتكلم عن الجزئية الأخيرة اللي هي كيف نقدر نربط ما بين الفاينانشال ستراكشرز والإيكونوميك جروث. هل في علامة وطيدة؟ قلنا في علامة وطيدة يا شباب، كل ما كان الفاينانشال سيستم هو سترونج، كل ما كان شنو يا شباب عنده دور أساسي في شنو يا شباب في العملية العملية بتاعت إن هو يساعد في النمو الاقتصادي. عشان كده يا شباب three fundamental channels through which the financial structure and growth are linked، هم بيكونوا عندهم علاقة مع بعض أو related. Financial developments increases the proportion of saving، كل ما كان عندي بنوك، كل ما كان عندي مؤسسة تمويل وعندي نظام مالي جيد، كل ما كان الناس بدأت قروشة بيه بدأت البنوك، خصوصا مع تزع طويلة والسرقة الحاصلة دي والفلات الأمن الموجود في البلد. اثنين، الفاينانشال ديفلوبمنت بي تشينج ذا سيفنج ريت اند هنس افكتس انفستمنت، ممكن تزيد او تقلل الانفستمنت. يعني البنوك كل ما زادت الانترست ريت او زادت البروفيت مارجن على الودائع، كل ما المودعين دخلوا قروش كثيره، وبالتالي دي بتاثر على شنو؟ بيزيد العمليات بتاعت التمويل للمشاريع الناجحه والاستثماريه. والفاينانشال ديفلوبمنتس انكريز ذا افشنسي اوف كابيتال الوكيشن، البنوك يا شباب هي الوحيده اللي بتقدر تعمل efficient allocation، توزع او تخصص الموارد دي للمشاريع الناجحه، لانها هي ذاتها ما قاعده تتعسر، لان الهدف بتاع البنك انه يقدر يعظم ثروه المساهمين. عشان كده الكالكوليشن بتاع عدد الديفلوبمنت اوف بانك سيكتور will have a positive effect on the economic growth if it is lessens the financial constraints of the fair and increases the efficiency of the fund allocation to the fair valuable investment. النمو في القطاع المصرفي، او كل ما كان القطاع المصرفي متطور او قاعد يقوم بدور على اكمل وجه well organized and developed، كل ما كان هذا القطاع قادر على انه يساعد في النمو الاقتصادي، يقلل التضخم، يساعد في الجمعيات بتاعت تكون ستيبل، يزيد في الجي دي بي بتاع الدولة، بالتالي نحاول نقلل بدل الفقر الموجود في الدولة وهكذا، ونزيد من مشاركتنا. أتمنى أن آخر سلايد اللي قدرت أقدم لكم جزء مفيد من ما نعرفه عن البانكينج، دوره في التمويل، ما نعرفه في البانكينج، دوره في النمو الاقتصادي، وعلى البنوك جنرالي سواء كانت تقليديه او اسلاميه، والموضوع في البانكينج سيكتور جنرالي سواء كان عملي او ثيوريتيكالي محتاج لمحاضره كثيره. انا توصيتي للورشه دي بختامها اتمنى انكم تكونوا استفدتوا منها، واتمنى انكم تحصلوا زمنكم، واتمنى انه نلتقي مره ثانيه في موضوعات جديده او في نفس الموضوع عشان نقدر نعمل الابوريشن كبير جدا جدا في الحاجات الثانيه اللي نقدر نغطيها، لان الزمن 3 ساعات لا تكفي لانه نخطط كل الحاجات. انا سعيد جدا جدا بانه اتحت لي الفرصه اللي قابلتكم، سعيد بالاخوه في مؤسسه الباحثين السودانيين، لانه هم عندهم هم كبير للبلد ان هم يساعدوا الشباب الخريجين، الشباب اللي عندهم طموحات في انهم يحسنوا مستوياتهم. Before انه نادي الستيج لعلي، انا بحب اقول لكم انهم انتم لو عندكم رغبه، انا زول بتاع زمالات ومستركب بتاع زمالات محليه، اتمنى انكم بعد الجرعه اللي اخذتوها دي
ما تقيفوا تطوروا نفسكم تبحثوا عن كل الأشياء دي في كل مكان. ونحن على تم الاستعداد في أي عبر مؤسسة السودانية حسين السودانية في أي وقت حبيتوا نعمل لكم orientation session عن الزمالات المهنية. أنا عم ريدي مؤسسة حسين السودانية أدعو هذا دي وأعمل شو يعني الزمالات المهنية، شو يعني ACCA، شو يعني CFA، شو يعني CFA، شو يعني. أنا مستعد لأي عزيز السيد علي وشكرا لكم. أخلي بريك شوية كده والوقت داك علي يكون جاهز لكل الأزيز. شكرا لكم كلكم جميعا بلا فرز اللي تدخلوا معانا اللي كانوا مستمعين الفترة الطويلة، وإن شاء الله ربنا يوفقكم ونتمنى أن نراكم في أفضل الأماكن. شكرا جزيلا علي، تفضل. شكرا جزيلا أستاذ البشير، أعمل أسطر شيء المعلومات القيمة. يمكن تسلم كثير. الله ما شاء الله محاضرة قيمة جدا جدا، وزي ما انت قلت انه 3 ساعات هي ما كافية، لكن يعني تفضلت انك انت اشرت لنا، حاولت انك تلخص المواضيع بصورة جميلة جدا جدا بحيث انه تعكس للشباب الصورة العامة في العمل في البنوك والتمويل. حقيقة شاكرين جدا جدا لمجهودك وللمحتوى اللي قدمته والطريقة اللطيفة اللي عرضت بها التسلسل بتاع الموضوع بتاع البنوك والتمويل. شاكرين جدا جدا، وحقيقة يعني انت اتفضلت انك اشرت لنا لمواضيع مهمة جدا جدا، من بين انك انت عرفت لنا البنوك والتمويل وتكلمت لنا عن أهمية التمويل في دعم التنمية في السودان، بعدها تكلمت عن الودائع وأنواعها وعرفت لنا البنك ودوره، وحقيقة يعني كانت مواضيع جميلة جدا جدا، وتطرقت لنا برضو عن البنك السودان والبنك التجاري والبنوك المتخصصة، وأنك قلت إنها في بنوك زراعية وبنوك تجارية دي إنها عندها قوانين خاصة بها، وبعدها جيت تسلسل في أهمية البنك إنه بيأتي في حجم وأصول البنك يتبني عليه أهمية البنوك. بعدك تطرقت لنا لموضوع بتاع المؤسسات، مؤسسات التمويل وأهميتها. بعدك برضو تكلمت عن تصنيف صندوق النقد الدولي للبنوك، حقيقة كانت إشارة مهمة جدا جدا إنه تصنف لثلاثة أنواع، تجاري وحكومي أجنبي، وعندك في بنك يكون مدمج عام وخاص. برضو اتكلمت عن إنه البنك الحكومي دائما براجعوا المراجع القومي لبنوك السودان بيختلف عن البنوك الأخرى. بعدك اتكلمت لأنه برضو البنك المركزي بيكون بيلعب دور رقابي للبنوك، وبرضو هنا كان في أسئلة من الشباب إن شاء الله تحاول نطرحه لك وتحاول إنه تجاوب عليه. برضو بعد ذلك تكلمت عن دور البنوك في تقديم القروض. بعد ذلك جت تسلسل في إنه البنوك لو تعثرت، برضو هنا في أسئلة طرحت من الشباب إنه قلت عدم مقدرة عملاء البنوك في سداد القروض. وبرضو هل حتقول الأسئلة هسي ولا حتطرح لي الأسئلة عشان أجاوب طوال، ولا حتقول لي كيف؟ لا أنا بس قاعد أعمل كذا. أعمل كذا ممتاز ممتاز. هاي دي ما أسئلة. بعد ذلك تكلمت عن الوديعة وعن القروض، وآخر حاجة تكلمنا عن البنوك الإسلامية. ويا إنك إنه الموضوع محتاج نجيت تبادرت إنه ممكن اللي قدام مع مؤسسة الباحثين السودانيين إنه يكون فيه زي ورشة أو برنامج تدريبي موسع بحيث إنه الناس يقدروا يستفيدوا منك ومن خبرتك. حقيقة شاكرين جدا جدا للبرزنتيشن. ممكن نتطرق للأسئلة من الشباب. هو الأسئلة هي متسلسلة على حسب النقاط اللي أنا ذكرتها. في سؤال بيقول إنه كمية النقود خارج النظام المصرفي ممكن تتحسب، يعني حسب السؤال. بعد ذلك برضو قال دور النظام المصرفي في إنه
الاقتصاد يكون في تدهور أو في تطور، دور النظام المصرفي شنو؟ يعني سؤال من عمر عثمان سأل السؤال ده، وبرضه يتكلم عن سأل عن كمية النقود خارج النظام المصرفي. أوكي. كم؟ وقال إنه دور النظام المصرفي في تدهور أو تطور الاقتصاد شنو؟ تمام، أنا هحاول أرد على الجزئية دي. في الحين تبعت البنك الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي، بالنسبة للحاجة دي معلومة تماماً للبنك المركزي. البنك المركزي هو البنك اللي بيصدر العملة. أنا بيجي قلت لكم وظائف البنك المركزي، ما عارف ذكرتوني ولا ما ذكرتوني، لكن anyways البنك المركزي هو issuance of currency، البنك اللي بيصدر العملات. فالبنك المركزي لما تصدر عملة اوتوماتيكلي بتكون عنده كل الريكوردز الموجودة، عليه انه تكون شنو في عملات مزورة بعدك، لكن دي ما حتكون اكيد جزء من شنو من الكتلة النقدية الرسمية. فبالتالي سهل جدا جدا البنك المركزي عنده المعلومة بتاعت الكتلة النقدية، العملات الاصدار، العملات الحرقة، عندنا حاجة اسمها العملات البيجت موديوليتد تالفة بيحصل لها بيحرقها، بيقوم بيقدر تكون عنده كل الكمية دي، بيشوف الكمية الموجودة في الجهاز المصرفي لأنه عنده المعلومات، بيعمل حاجة اسمها consolidated financial statement البنك سيكتر كله، كل البنوك ميزانية موحدة، وبعدها بيطرح الجزء اللي هو طلعه كم الجزء الموجود في البنوك، كم الجزء المتبقى ده حيكون هو شنو خارج الكتلة خارج الجهاز المصرفي. وشوف لو أنا عندنا نظام مصرفي متقدم وعندنا بنوك بتقدم خدمات مصرفية كويسة، سهل جدا جدا نقدر نستقبل كل الكتلة النقدية حتى خارج الجهاز المصرفي عشان تدخل جوا. وده دور البنك المركزي إنه كيف يشجع البنوك أو يحسها على إنها حي تحاول تدخل البنوك دي داخل الجهاز المصرفي. بالنسبة لسؤالك الثاني أنا ما عارف كده، السؤال الثاني شنو عارف عليه اللي بتاع عمر؟ أنا ما مسجل معلش. هو بيسأل عن دور النظام المصرفي، إنه الاقتصاد يتدهور أو يتطور. تجاوب على الحاجة دي، النظام المصرفي لو كان جيد الاقتصاد بيكون جيد، لكن أصل لو لاحظت النظام المصرفي أنت بس تأخذ فيه قروش وتسحبها، لكن ما في حاجة تقدمها لك حاليا. البنك المركزي مقيد كل السياسات التمويلية بتاعته، يعني أنا ليه لما تكون عميل دار هو مش في البنك وتلاقيهم بتسحبه طوالي، لأنه أنت ما قاعد تستفيد من البنك في حاجة، والبنك قاعد يغيرك بالبروسيس حقته. عشان كده ظهرت حاجة اسمها الشادو بانك اللي هي بسموها بنوك الظل. يا شباب بس انت ليه ماشي تشتري عربية من الكريدت؟ ممكن عادي تاجر يقوم بدور البنك يمول لك العربية دي يديك لها بشيكات، وبيكون افضل لك انت افضل لك تشيلها بشيك من الزول ده، لانه ما في اجراءات ما في حاجات كثيرة، البروسيس ما كثيرة، والترانزاكشن بوست بتاعته اقل، فافضل انا امشي للشادو بانك الزول الثاني البلد ده. وظهروا بالمناسبة عدد كبير من الناس بيقوموا يمارسوا الدور بتاع التمويل، إيفن حتى في السوق التجار بيقدم الدور بتاعه بيقى أكبر من دور البنوك. التاجر لما تشيل السلعة داير قروش، ما مشي البنك ما يدي قروش، بيمشي يشتري سلعة من السوق بيكسرها بس بحيث ما يكسر المبلغ اللي بيحصل في عملية الكسر ده، يعتبر زي كوست اوف فاينانس اللي كان حيشيل ده تمويل من البنك ويدفع على المقابل شنو حامش ربح. فدور البنوك أكيد كبير شديد في القطاع في الاقتصادي أو في الإيكونوميك جروث، لكن ده بيعتمد على إنه الدولة ذاتها تكون هي عندها دور أساسي في إنها تحاول تحميله. لكن unfortunately في بلدنا اللي بيكون متغول الأساسي على النظام المصرفي عشان ما يكون بدوره بشكل أساسي في القطاع الاقتصادي أو في النمو الاقتصادي هو الدولة نفسها والحكومة. unfortunately لو جيت على السودان بقول لك ما عنده دور كبير شديد. تفضل يا علي. في الجيلاني بيقول لك إنه هل في بنوك متخصصة في ريادة الأعمال على مستوى العالم؟ ستارت اب تدعم ريادة الأعمال كده؟ مستوى ريادة الأعمال اي ذات، وطبعا لما تقول ريادة الأعمال دي ريادة الأعمال دي حاجة كده مفتوحة بالنسبة لي، لكن طبعا كلمة ريادة الأعمال بتمشي مع التمويل الأصغر. في بنوك متخصصة في الحمليات دي في ريادة الأعمال، سمول فاينانس بانكس دي بطريقة أو بأخرى لما تيجي تكون دور رائد عمل بتبدأ صغير عشان تكبر يعني. فبالتالي البنوك اللي بتكون بتجمعك في وقتها لما بديت الستارت اب بتاعتك انت بتكون مع البنوك السمول فاينانس، فبتخصصها في العمليه بتاعت ريادة الأعمال. تمام. في سؤال بالنسبه للحته بتاعت التعسف، ميسم قاسم
التعصب بيقول لك انه عنده، انا ما عندي اي مانع، قالوا اكتبوا تليفوني تواصل، اديه اكتب لهم تليفوني في الشات هنا على الخدمه طوالي ما عندي مشكله. تمام، ارسل لهم اللينكدين ولا الواتساب بتاعي ارسل لهم طوالي. ما عارف شو الطريقه بتاع معلومات كوميونيكيشن كيف انتوا عملوها يعني، ما في مشكله. تمام تسلم، تفضل يا علي تفضل. ميسم قاسم، عن التعسر، بيقول لك عند التعسر هل هناك ضمان من قبل البنك؟ يعني الوزول يتعسر، هل انه البنوك بتكون عندها ضمانات على اسمه؟ ميسم لو هي ميسم انا بعرفها، ميسم دي هي طالبتي في الاحفاد. ميسم سالت السؤال ده، وبتفترض انه التعسر المفروض يكون البنوك تقلل التعسر عن طريق الضمان، على ما اعتقد ده سؤالها وكلامها منطقي. فعلا البنوك يا شباب لما تمشي لتعسر، لكن دائما الاجراء ده مقعد محبس عند البنوك. البنوك بيتمنى انه العميل ما يتعسر، لانه لو يتعسر يا شباب الزول بيكون راهن لبيت، البيت لما تمشي تلقاه تلقاه حق اسره، تدخل فيه بعد شويه محاكم عشان تتجلجل التكاليف بتاعت الليجل فاينانس ذاتها كثيره شديد، الليجل فيز. فعشان كده يا شباب البنوك قاعد تشيل، احنا كمان تكلمنا عليه انه في حاجه اسمها سكيورتي لون وان سكيورتي لون. السكيورتي لون دي البنك لما تدي تمويل بياخد عليهم شروط ضمان اللي هم بيسموه كولاترال، ولما ما يدي تمويل بيكون شنو يا شباب؟ لما تدي تمويل ما في ضمان، بيكون ما سكيور. فادي بيز، لكن البنوك حسب البنك المركزي وتوجيهاته لازم اي بنك لما تمنح تمويل لازم ياخذ ضمانات. فعشان كده الضمانات بتقلل التعسر يا شباب، تمويل المتعسر. لكن بتقلله متين؟ لما تسيل التمويل المتعسر. انت لو ما سيلته ما يستيل التعسر ده عليك. تفضل علي. ده برضه في نفس السياق، بس محمد السير بيقول انه اثر التعسر البنوك على البنك المركزي بصوره عامه. لا اوكي، هو ما قادر ياثر على البنك المركزي، لكن البنك المركزي بياثر على الطريقه اندايركتلي يا شباب. البنوك دي مملوكه لناس، مملوكه لشير هولدرز، ملاك. الملاك ديل قلنا الالتيميت جول دائما لاي مؤسسه انها دايره تعظم الربح بتاع الملاك. عشان تعظم الربح المفروض يكون عنده تمويل متعسر، لانه التمويل المتعسر يا شباب الناس اللي قروا محاسبه بيعرفوا مغامره التمويل المتعسر ده بيشيل من ربحك انت، من ربح البنك. وكل ما شلت من ربح البنك معناته انت معسر البروفيت بتاع الملاك. فعشان كده بيكون عنده تاثير سلبي يا شباب. لكن تاثيره على البنك المركزي، البنك المركزي لما تكون في تعسر عالي معناته البنك المركزي هو عنده دور رقابي كويس. الدور الرقابي بتاعه ضعيف. لما تكون في تعسر عالي البنك المركزي برضه بيكون متخوف انه يحصل انهيار في الجهاز المصرفي. فالبنك المركزي ما بيتاثر، لكن البنك المركزي واحد من الحاجات الاساسيه اللي بيحاول يعملها للبنوك، بيحاول يتاكد من شنو يا شباب؟ يحمي المودعين. فالبنك يقول ما تعسر جبال، قلنا المودعين بيتاثروا. ولو المودعين اتاثروا وعرفوا البنك ده متعسر بيشيلوا قروشهم. ولو شالوا قروشهم البنك بينهار. وبعد شويه المعلومات تمشي وتتناقل ويحصل سبريد للمعلومه دي، تمشي على تنتقل العدوى من البنك ده للبنك الثاني، وبعد شويه يحصل انهيار كامل للنظام المصرفي. ولو انهار النظام المصرفي حيشوفوا في شنو انهيار انهيار اصلا. تفضل علي. شكرا جزيلا. في سؤال من عبد الله جمال بيقول لك انه بنك الخرطوم ليه متفوق على باقي البنوك؟ خاصة تطبيق بنكك انه هو نمرة واحد. البنك الخرطوم متفوق على البنوك. شوف اي بنك، انا غادي شخصيا عندي نظريه في السودان، السودان ده الاول ما بيتحول. بنك الخرطوم ده هو لما كان هو الانشيات بتاع بنكك قدم خدمه اجتهدوا فيها تحديدا الاداره بتاعت الارانب، وده كمان بيفتح لنا اجابه بطاقه ثانيه، هل السودانيين ما كيبل انه يكونوا مانجرز ولا ما انيشيتيف؟ يعني ما عندهم انيشيتيف. بنك الخرطوم يتميز بانه نمبر 1 من خلال الخدمات المصرفيه اللي قاعد يقدمها، من خلال المنتجات اللي قاعد يوفرها. يا شباب البنك لما تكون عنده مقدره انه يوفر خدمه جديده وسهله ويقدر المتعاملين معاها تنجز لهم حاجاتهم بشكل سريع، افضل.
انا متاكد هسه قلت لهم لو سالتهم كلهم حتقول عندنا بانكر بانكر. السؤال بيسالك ليه الزول يعني بتعال بتقال ابسط تاجر بتلقى عنده بانكر ابسط بروسيس ببنك. بعد شويه حتبدا كمان المواصلات يقول لك لو ما عندك فكه بحول لك بنك. فبنك الخرطوم بنك خلاه مميز بالرغم ان البنوك الثانيه جابت فوري وجابت كاش ولا كاش ولا شنو ما عارف ستيل اول ما بتحول. بس السؤال ده بتلقى شريحه زين وبتلقى بيبسي ليه مفضلين السودانيين لان هم الحاجات اللي كانت تحت. بنك الخرطوم متميز لانه هو بنك كبير باي ذا واي. أنا قبل ذكرت لكم جملة الناس اللي حيشتغلوا في البنوك بعدين أو شغالين في البنوك في حاجة اسمها دوبستيكلي سيستماتيكلي امبورتنت البنوك المهنة نظاميا. البنك الخرطوم من أكبر البنوك اللي عندها أصول في الجهاز المصرفي. تفضل عليه. في محمد السير بيقول بسأل عن أنشطة المؤسسات والشركات اللي بتستثمر خارج أسواق الأوراق المالية أنشطتها بتكون شنو؟ يعني أنشطة المؤسسات والشركات التي تستثمر خارج الأسواق خارج أسواق الأوراق المالية الأنشطة بتاعتها بتكون شنو؟ أكيد عندنا أنشطة متعددة. هو عن الأوراق المالية سوق الخرطوم للأوراق المالية من كلمة اسمه سوق الخرطوم للأوراق المالية. الأوراق المالية هي شنو؟ الأسهم والسندات وكده. أنا قلت لكم عندنا في السودان عند ثقافة الفاميلي بيزنس البيزنس بتاع العائلة. ما عندنا البيزنس المطروح للعامة يعني ما في حاجة اسمها شركة مساهمة عامة. عندنا الثقافة بتاعت الفاميلي بيزنس حتى يبقى في الخليج منطقة الخليج بتلقوا أولاد فلان وأولاد علان كده التطيب للسيارات البيت. ما في حاجة اسمها شركة مساهمة عامة. الشركة مملوكة لأسر. نفس الفكرة دي موجودة هنا موجودة في السودان. تلقوا الأسر هي عندها البيزنس ما دايرة تعرض السومة ما دايرة السومة دي على فانك ما دا تعمل ببلش للفانك للسنة حقنا أموالها دي ما دايرة شوفها الناس. فبالتالي هي بتكون عندها أنشطة متعددة لكن ما دايرة تكون جزء من شنو من سوق الخرطوم الأوراق المالية. تفضل عليه. هي تقريبا الأسئلة انتهت بس أنا عندي سؤال بالنسبة لفرص العمل في البنوك. الناس الشباب مقبلين على الشباب فرص العمل في البنوك. البنوك الفرص فيها متوفرة بشكل كبير جدا جدا ومختلط. الشباب أنا بوصيكم بأنكم أنتم حتشتغلوا واشتغلت في قطاع مصرفي في البنوك في غيره حاولوا بقدر الإمكان دائما تحافظوا على قيمكم وعلى أخلاقكم وعلى نزاهتكم لأن التعامل مع المال دائما مخاطره كبيرة جدا. فرص كبيرة وإنك أنت تمشي سوق العمل المصرفي فيه جاب كبير جدا جدا يا شباب. في نوعين من الناس زول داري يمشي يشتغل في الجهاز المصرفي وداري يكون زول قاعد بدون ما يتطور. في زول داري يتطور وداري يمشي سريع. على فكرة البنوك السودانية الاكسبيرينس بتاعتها بيكون مميز حتى انترناشونال. يعني انت اللي تعمل لك خبره في الجهاز المصرفي في اكس من البنوك نفترض بنك الخرطوم بكره حتمشي بنك ثاني باوفر احلى خصوصا لو انت بقت عندك اكسبيرينس كويسه وعندك معرفه كويسه واضافه للكواليفيكيشنز بتاعتك. يعني كده انا مصر على انك انت لو داير فرص العمل في الجهاز المصرفي فرص متوفره في نفس الوقت الروتيشن فيها كتير. ليه سبب؟ شوف السوق الحر ده يوفر لك مرتب بيديك مرتب بعد ده انت بتاخد المعرفه بتاعتك والخبره بتاعتك. بعد ده انا والله المرتب ده ما نفع مع امكانياتي لان انا فعلا زول متطور زول مؤهل ممكن بكره طوالي تمشي تقدم نفسك لمؤسسه ثانيه وتلقى. انا شخصيا ما بحب الروتيشن الكثير. انا اشتغلت في البنك المركزي لكن كان جوني تو اوفرز سبحان الله في البنك المركزي في بنوك تجاريه. فرصة إني أكون مدير مالي في بنك قطر الوطني، فرصة إني أكون رئيس حسابات في بنك الخرطوم. لكن الاثنين رفضتهم. الكلام ده كله جاء من خلال النيجوشيشن اللي أنا كنت بيتيمه وشكل الملاحظات اللي أنا كنت بأرسلها ومنتجات. أنا عندي البنوك دائما بتفترض إنه هي دايرة ناس عندها كواليفيكيشن كويس. عشان كده سوق العمل والمعاملات بفضل الزمالات المهنية على الأكاديميك. انت ابدا حياتك العمليه ما تجيب ما تقول الا يجي شغل كويس ان شاء الله شغل تصرف من جيبك من اهلك تشوفه ابدا اشتغل فيه وطور نفسك على ذا سيم تايم صدقني
العائد بعدين حيكون أكبر وحتستفيد بشكل أكبر. البنك المركزي برضو قاعد يفتح فرص كويسة فيه. البنك المركزي كمخدم ما شاء الله قروشه ذاته كويسة. في مؤسسات في بنوك البنك المركزي مثلا فور اكزامبل انا كنت فيه البنك المركزي بيديك راسي بيديك يعني بيأهلك. البنك المركزي قاعد يأهل الناس تأهيل رهيب. طبعا أغلبية الناس اللي قاعد يمشوا طبعا الايكونوميست الناس اللي خريجين اقتصاد وحظهم بشكل اكبر في البنك المركزي وبرضه ناس بيزنس وناس مانجمنت وناس باكينج. لكن البنوك التجارية بعض مرات بتكون فيه امتيازات ما موجودة لكن بتديك معرفة. أنا شخصيا لو قالوا لي كان مفروض تبدأ من وين كان بقول لهم أبدأ من البنك التجاري وأمشي للبنك المركزي، لأنه أنا عشان أبقى بوليسي ميكرز أقدر أعمل سياسات أو لوائح أو إجراءات أحسن أبدأ بالبنك التجاري. فسوق العمل المصرفي متاح. بس الدار أقوله يا علي وللشباب الموجودين إنه أنت البانكين كتخصص التوريخ كتخصص بيفيدك في تو سايد. في البنوك عندك وظيفة حاجة اسمها الـ AB والـ AR، وفي ناس بيشتغلوا في الحاجة اسمها الـ Controlling شغل بتاع الـ Back Reconciliation. انت لو اشتغلت في شركة لازم تكون عارف البنوك على فكرة النشاط المصرفي. فانت ممكن تتعين في البنك ده لأنك عندك معرفة كويسة في الشركة دي، انك انت في إدارة الفاينانس بتاعت الشركة عارف تعرف شنو الشركات الـ In والشركات الـ Out الـ Account Receivable الـ Account Payable. فهو كسوق جنرال وكعلم كمعرفة مقبول ايدر في القطاع المصرفي او خارج القطاع المصرفي مع الجهات اللي بتتعامل مع الجهات المصرفية. فحظكم كبير يا شباب وان شاء الله موفقين. وحاليا معمل الخدمة مالك انت ماشي للبنوك الحلوة دي بنك الادخار وبنك الأسرة. البنوك دي الاثنين طبعا بنك الأسرة نسيته انا في ماشي زول قالوا لي جيبي قلت له بنك الأسرة بنك طبعا متخصص في التمويل الأصغر. بنك الادخار اقرب لانه بيكون بيتعامل مع بنك بيتعامل مع التمويل الاصغر مع الناس الصغار جدا جدا المشاريع الزراعيه الصغيره وكده. فانا بشوف انه هنا شباب فرصكم في كل المجالات الموجوده. بنك الادخار في منى حسن دي قالت عندها سؤال ما جاوبنا منو بتسال عن الضمانات قالت انه غير الشيك الضامن ممكن يكون في شنو يعني بالنسبه للضمانات. طيب الضمانات لو انترستي انا والله جيت ما كلها ما مستحضره لكن في مشهور في البنك المركزي انا ممكن اجاوبها ارسلها لك يعني ارسلها لي خلاص ممكن ترسلها لنا في الجروب. انا قلت لك ادوب تليفوني الشباب كلهم بنفس تمام ما قصرت مع حبابكم يا شباب في اي وقت وفي اي سنه. أنا في حياتي طبعاً بدرس زمانات محل بدرس CMA وبدرس في الأحفاد لكن أصور ما حصلت زي محاضرة بالزمن ده يعني. أنا اللي كنت سعيد والله مقدم المحاضرة جداً أنا ما شاء الله الله يعني بيتملي رأيت معي ساعتين بالكثير. لكن أنا سعيد جداً بيكم سعيد بحرصكم والله وسعيد بالشباب بتاعتنا مؤسسة حسين السودانيين إنه هم ذاتهم متعبرين الفرص فيه. فنتمنى انه قدرنا نجاوب عليكم اي اجابه اي سؤال سوري بس قول لي حق الشباب دول وانا ما عندي مانع. لا ان شاء الله ان شاء الله لو في زول عنده اي سؤال ما قدرنا نجاوب عليه في الزمن ده ان شاء الله الاستاذ كان عبد الرزان CMA في مركز الاولى من افضل المراكز انا شايف. لو في الرياض في استاذ عمر عثمان كويس جدا. فانا انتهيت علي لو ده تحدي مختم بعد ده وشكرا لكم. ما اعرف دكتوره نعمه برضه موجوده شكرا لكم جميعا واتمنى انكم تكونوا حسن ظنكم جميعا يا شباب وان شاء الله نتقابل في اوقات ثانيه افضل احلى طالما الحاجه دي لاولاد بلدي ولاولاد السودان كله يهون عشانكم انتوا يا شباب. أنا والله كنت خايف كان عندي والدي مريض وربنا يشفيه ويعافيه الحمد لله كنت خايف تمام لأني ما أقدر أقدم سبحان الله كنت قدم خير ربنا يديه العافية إن شاء الله الحمد لله وتعافى تماما الحمد لله وأنتم كنتوا قدم خير وش مسمع عليكم ربنا يديه الصحة والعافية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم شديد. تسلم كثير أستاذ بشير وتسلم شباب لحضوركم إن شاء الله الجلسات مستمرة
عندكم الجدول، شوفوا المحاضرة إن شاء الله بكرة، نكون على الموعد. تسلم كثير أستاذ البشير على جهدك وعلى تواجدك خلال ال3 ساعات، حقيقة كانت معلومات قيمة جدا جدا. إن شاء الله هنرسل لكم رقمه وصفحته على لينكدين عشان تتابعوه وتتعلموا تستفيدوا من خبراته وكده. إن شاء الله في أي حاجة أكون معكم. شعوان، معي في زول عنده حاجة إضافة؟ طيب، لو ما في حاجة إن شاء الله أقول لكم مع السلامة ونلتقي بكرة إن شاء الله.